صباح الخير لكم مشاهدينا، نحن وياكم مثل ما تعودتوا دائما على الموعد بتمام الساعة 9 اطلال جديدة وصبحية جديدة من تلفزيون لبنان. وين ما كنتوا عم بتتابعونا نحن بنرحب فيكم على امل دائما تكونوا عم تستفيدوا وتستمتعوا برفقتنا. طبعا الاستعدادات للويك اند، كل حدا على طريقته، كل حدا باسلوبه، الاستعدادات لحتى فعلا كل حدا يكون عم بيقوم بالنشاطات اللي من خلالها قادر اذا بدي اقول يرجع يتنفس، يرجع يرتاح اكثر لحتى ينطلق باسبوع جديد يكون في ايضا بدوره كثير من الاعمال، الاهداف والامور اللي عباله يحققها. طبعا نحن وياكم عم نتابع على السوشيال ميديا مجموعه كثيره من الاخبار، كل يوم خبر جديد او كل يوم مجموعه كبيره من الاخبار، تبقى في بعض الاخبار اللي بتاخد زاويتها من اهتمامنا واللي بتلفتنا نظرنا واذهاننا. انا يعني بهذه الصبحيه ما في الا ما اذكر خبر السيده اللبنانيه اللي ما تصمي امام الصرح البطريركي ببكركي، اللي طبعا منعت لعده اسباب من مشاهده وحضانه اولادها، بغض النظر عن الاسباب، بغض النظر اذا كانت محقه او غير محقه، بغض النظر عن كل الحقيقه مثل ما هي كامله اللي نحن ما بنعرفها. وطبعا يعني ولا مره كانت الحقيقه عند اي طرف او الحق كان عند اي طرف لوحده دون اخر، ولكن مشهد امراه ام يعني قدام الصرح البطريركي عم تتوسل انها تشوف اولادها، بعتقد مشهد حزين وبيخدش لنا ايماننا كلياتنا من ما كنا وين ما كنا موجودين. هذه المراه لابد من انه يعني يكون في حدا عم بيحكي معها، يكون في حدا عم بيسالها عن حالها واحوالها، لانه باخر المطاف هيدي ام. نحن وياكم اليوم مشاهدينا عم نتابع مجموعه من الضيوف، مجموعه من المواضيع، تباعا نحن نتعرف على مواضيعنا. بتطل معنا السيدة زينة مجدلاني وهي رئيسة لجنة المهندسات اللبنانيات لنحكي أكثر عن لقاء جديد بيحمل عنوان الأبنية المتصدعة وطرق علاجها وترميمها، كل التفاصيل ضمن لقائنا الأول. أما مع السيدة فاطمة جمعة وهي المفتش العام التربوي بلبنان رح نحكي عن مشاكل القطاع التربوي اللبناني. بموضوع التربية بنروح إلى دكتور نينات كامل مسؤولية الإعلام والتواصل بالهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، وأيضا بينضم لنا المخترع حسان عساف لنحكي عن ميدالية ذهبية وخمس خمس ميداليات فضيات واثنان برونزيات للبنان بالمعرض الدولي 11 للاختراعات بالشرق الأوسط، طبعا اللي صار بالكويت. ايضا امين السر العام الجمعيه الكشفيه المارونيه بيطلع علينا استاذ روبير ابي خليل لنحكي اكثر عن المؤتمر الاول لجمعيه الكشاف الماروني. وطبعا مجموعه من الفقرات الثابته ابرزها احوال الطرقات، احوال الطقس، بالاضافه لمجموعه فقرات رياضيه واطلاله عبر التقارير لزميل داني حرب. البدايه بتكون من غرفه التحكم المروري، بينضم لنا السيد امين عبد العال. صباح الخير. صباح الخير. الو الو صباح الخير استاذ امين. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. الو استاذ امين عم تسمعني؟ ايه سامع. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. فيك لو سمحت حطنا باجواء طرقاتنا اللبنانيه. اكيد مثل العاده بدنا نبدا بالمدخل الشمالي، الحركه عم تكون ناشطه من نهر الكلب وصولا لجسر الفهود الضيق. نعم. من بعد جسر الفهود عم نبلش حركه كثيفه باتجاه النقاش اكيد لانطلياس. نعم. الطريق البحريه حركه سير كثيفه من طريق الساحه باتجاه الاستراد ايضا حركه كثيفه وصولا لجسر جل الديب. من بعد الجسر عم تصير حركه ناشطه باتجاه نهر الموت للدوره، بتكفي الحركه ناشطه ايضا للكارنتينا كمان لشارل الحلو. من اول شارل الحلو بتبلش حركه كثيفه باتجاه الصيفي حتى الوسط التجاري. بالفاصل الفيل حركة سير ناشطة على الإشارات باتجاه الصالومة، كثيفة من الصالومة باتجاه الحايك أو تكفي ناشطة من الحايك باتجاه جسر الواطي، كثيفة من المكلس باتجاه الحايك. مدخل الجنوبي حركة سير ناشطة من المدينة الرياضية باتجاه الكولا، بتكفي ناشطة من الكولا باتجاه كورنيش المزرعة، وكثيفة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام حتى الوسط التجاري. مدخل الشرقي حركة ناشطة من الجمهور باتجاه اليرزي وصولا للصياد، بتكفي ناشطة ايضا من الصياد باتجاه الكارنتينا مرورا باتسراد الرئيس لحود. جسر البيجو باتجاه الأشرفية حركة سير ناشطة، وجسر العدلية باتجاه الأشرفية أيضا حركة ناشطة،
من العدلية باتجاه المتحف حركة سير ناشطة، وبتكفي ناشطة أيضا من المتحف باتجاه البربير، من قصقص باتجاه تقاطع شارع الخوري حركة سير كثيفة، برج الغزال تقاطع التبريز باتجاه برج الغزال حركة ناشطة، وصولا لجسر رينك حتى برج المر، بتكفي ناشطة من برج المر باتجاه شارع الحمراء الرئيسي. كورنيش البحري عن المريسي حركة ناشطة بالاتجاهين، وبلشت كثيفة باتجاه الحمراء. هذا كل شيء بالنسبة لحركة السير. وشي بد من الإشارة، اليوم الساعة 3 بتتخذ تدابير سير بالوسط التجاري بسبب انعقاد جلسة مجلس النواب، اقفال شارع المصارف اكيد وتحويل السير. نطلب من المواطنين التقيد بارشادات قوى الامن الداخلي لتسهيل حركه المرور ومنع الازدحام. بالنسبه لمحاضر السرعه الزايده اللي صدرت عن قوى الامن الداخلي ب 24 ساعه الماضي 686 محضر. بالنسبه لاحصاءات الحوادث سجل عنا 18 حادث نتج عنهم للاسف 4 قتلى و24 جريح. كف على بعض. برجع بذكر تواصل معنا بغرفة تحكم المرور الاتصال على 1720، وتابعتنا على السوشيال ميديا تويتر وفيسبوك، واكيد الابلكيشن تي ام او لبنان. هذا كل شيء. استاذ امين عبد العال يعطيك الف عافيه، شكرا لك على كل المعلومات، وطبعا الشكر مرفوق ايضا لكل زملائك العاملين بغرفه التحكم المروري. مشاهدينا عم نتابع سوا، صار الوقت ننتقل الى مجموعه تمارين رياضيه. وثائر حسكور. صباح الخير مشاهدينا من سكيلز فيتنس بسليم. بونجور فيكي. بونجور بيرو. تمام. مشاهدينا من الرياضة عم نتابع سوا، ومثل ما تعودتوا دايما كل يوم جمعة اطلالي من داخل استوديوهاتنا لأحد أفراد طبعا أعضاء مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي لحتى نتوقف عند أحوال الطقس. شو مخبيتنا الأيام القليلة المقبلة؟ كيف رح يكون طقس الويكند؟ مباشرة مع المهندس عبد الرحمن زواوي رئيس دائرة التقديرات بمصلحة الأرصاد الجوية. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. الحمد لله. يعني تعودنا عليكم على الثقة بالمعلومة، على الدقة بالمعلومة، واهم شيء يعني صرنا نعرف فعلا كيف بتصير تقديرات لاحوال الطقس. شو ناطرنا بالويكند؟ هلا اللي ناطرنا هو المستمر، يعني طقس متقلب. امبارح كان طقس اغلبيه الوقت امطار وصار في انخفاض درجه الحراره. هلا المرحله الاولى اليوم في عنا انحسار للمنخفض الجوي الاول، لانه هن منخفضين جويين. هلا بنشوف على الخرائط المنخفض الجوي الاول انحسر ومخلف معه وراء كتل هوائيه بارده. نعم. يعني ناشفه شوي. بنلاحظ اليوم في هواء، في شديده سرعه الرياح، وفي عنا انخفاض درجه الحراره. يعني الحراره على الساحل اليوم كانت 9-8 بطرابلس، 2 على بيسور، بالبقعة 2، يعني درجة الحرارة كتير منخفضة. بس هيدي بدأ يرجع يلحقها كمان تساقط الأمطار ابتداء من فترة بعد الظهر. هلأ بنشوف الخرائط واحدة واحدة، نحبلش نشوف صور تباعا ونحكي عن كل صورة على حدة، وكل صورة فعلا لوين رح تاخذنا. شو عم نشوف؟ هيدي الصورة الأولى هي صورة الساتلايت لليل. كان بالليل في عنا برق ورعد وأمطار. بنلاحظ الحوض الشرق المتوسط كله مثلين غيوم، وبنلاحظ النقط الحمراء هي المناطق اللي كان فيها برق ورعد اكثر شيء. بنلاحظ المناطق الجنوبيه كان في كثير برق ورعد بالمرحله هيدي. نعم. وهذا اللي بنحكي هلا، انه هلا المنخفض الجوي الثاني حيكون تاثيره اكثر شيء بالمناطق الجنوبيه. يعني المناطق الشماليه يمكن تشهد امطار اقل. صحيح. بعكس المنخفضات السابقه كانت شماليه اكثر من الجنوبيه. صحيح صحيح، لانه هذا المنخفض الجوي بنلاحظ هي صوره الخميس. معلش نحن حبينا نحط صوره الخميس حتى نفرجي بشكل عام كيف المنخفض الجوي كان. بنلاحظ المنخفض الجوي نزل شوي لشمال مصر. بهالنزله لشمال مصر عم يتحرك باتجاهنا، ومشان هيك عم يكون الامطار اكثر شيء بالمناطق الجنوبيه بهالمرحله هيدي. نعم.
هلا صورة نهار الجمعة بنلاحظ في عنا المنخفضات الجوية انقسم لاثنين، صار في منخفضين جويين. المنخفض الجوي الأول موجود فوق الجزر اليونانية أثر علينا ورجع انسحب. المنخفض الجوي الثاني راح باتجاه الشرق، يعني نحن عنا مرحلة شوي راحة هلا بس راحة موصول. متى رح تمتد؟ يعني اليوم بعد الظهر، اليوم بعد الظهر في عودة للأمطار بشكل متقطع بس في انخفاض درجة حرارة، يعني هالعودة للأمطار مع انخفاض درجة حرارة زيادة بخلي الثلج يتساقط على ارتفاعات منخفضة أكثر، يعني بالمرحلة يقول لك إنها على 1400 متر، هلا ممكن نوصل ل 1100 متر سقط بس اكيد مش بشكل غزير ولا بشكل مزعج. نعم يعني طقس شتوي اعتيادي خلينا نقول، صحيح. يعني طبيعي صحيح جدا. صحيح نحن بشهر شباط، يعني ضمن معدلات الموسميه لشهر شباط. نهار السبت الصوره اللي قبل طلع في كثير ناس بيهموا نهار السبت الوضع كيف، مرحله قبل الظهر الشمس بعد الظهر الشتوي هي بدنا اياها. قبل الظهر في عنا امطار متفرقه، هلا مناطق شماليه اذا كان عندك شيء مناطق شماليه وضعك بكون احسن شوي، مناطق جنوبيه اكثر حتكون عرضه للامطار، يعني في احتمال اللي عنده اي نشاط قبل الظهر مناطق شماليه يزمط، يعني خلص الناس تروح شمال كان بيكاد جاي على الجنوب، بس بعد الظهر اجمالا كل المناطق حتشهد امطار لانه المنخفض الجوي اللي ملاحظ موجود بالدويره اللي فوق الحوض الشمال المتوسط بيقرب ليل السبت الاحد، بيكون في عنا تساقط للثلوج مثل ما قلنا على ارتفاع تقريبا 1000 متر بشكل متقطع. كذلك الامر نهار الاحد هالمنخفض الجوي بيسيطر اجمالا قبل الظهر على كل لبنان. نعم وبنحسر تدريجيا بعد الظهر هذا المنخفض الجوي بنلاحظ قرب اكثر وبنلاحظ موقعه اكثر لجهه الجنوب، يعني نلاحظ المناطق الجنوبيه هي حتشهد كمان امطار اكثر من المناطق الشماليه. نعم. المناطق الشماليه حيكون الهواء بارد اكثر. الحصار اجمالا المنخفض الجوي بيكون تقريبا ليل احد التنين، صباح التنين بيكون عندنا نحن طقس اجمالا بارد، بنلاحظ الخطوط جايه من جهه الشمال للجنوب، هالخطوط بتدل انه الهواء الشمالي ساقع يعني، وبنحذر من جليد على المرتفعات التي تعلو 1000 متر لانه في عندنا ذوبان طبعا للثلوج بعض الاحيان على جوانب الطرقات بيعمل دغري جليد مع انخفاض بدرجات الحراره طبعا انخفاض مستمر للجليد. صحيح. فكان هذه ابرز كانت معطيات على الايام. نعم بعد صوره درجه الحراره، درجه الحراره بس حتى نعطيكم فكره عن درجه الحراره انه بنلاحظ صباح الجمعه بالجراف هو اكثر شيء منخفض درجه الحراره اليوم. أوكي. يعني اليوم البرد اللي عم نشهده اليوم هو اكثر شيء او أسوأ شيء بالمرحله كلها. نعم. ابتداء من بكره في عندنا ارتفاع طفيف درجه الحراره. أوكي. والارتفاع الحقيقي هو نهار الثلاثاء اذا بنلاحظ، وخلال الاسبوع القادم حتى لو رجعت الامطار درجه الحراره حتكون دافيه. عظيم. لكن هذه هي احوال طقسنا لثلاث اربع ايام القليله المقبله. دائما يعني بنسال عن الطقس، بتعرف دائما الناس عندها نشاطات، عندها امور بدها تعملها، فبتظبط امورها اذا صح التعبير على اساس خاصه المناطق الجبليه. يعني تماما احوال الطقس. هذه كانت كل معلوماتنا لليوم مبدئيا، هي كل معلومات بشكل سريع ومختصر. يعني نعم انا بدي لك اهلا وسهلا فيك دائما رئيس دائره التقديرات بمصر الاقصى الجويه المهندس عبد الرحمن زواوي، بتمنى لك ويك اند ايضا يكون موفق، وبدي لك فيك تطلع على الشمال إذا نسبة الأمطار هيك عم نعمل. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. عودة لكم مشاهدينا عم تتابع صبحيتنا عن جديد، برحب بكل انضموا لنا بهذا الوقت على أمل دايما تكونوا عم تستفيدوا وتستمتعوا برفقتنا. إلى أولى لقاءاتنا الحوارية لليوم، ومنروح إلى لجنة المهندسات اللبنانيات، بنستضيف رئيسة اللجنة السيدة المهندسة زينة مجدلاني. صباح الخير زينة. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك، لاستضافتي شرفتي زينة. اليوم أنت ضيفتنا لحتى نتعرف أكثر على اللجنة، وبالوقت نفسه لنعرف عن نشاطكم الأخير اللي حمل عنوان الأبنية المتصدعة وطرق علاجها وترميمها بلبنان. بديك تعرفيني عن اللجنة لو سمحتي. هلا تأسست نحن اللجنة بآخر 2016. نعم. وهي لجنة مشتركة بين نقابة المهندسين ببيروت ونقابة المهندسين بطرابلس، وبتجمع عدة مهندسات من عدة قطاعات، قطاع العام والقطاع الخاص، بعدة يعني بالمهندسات مدنيات ميكانيكال وإلكتريكال، كل أنواع الهندسة. صح. ضمن هذه اللجنة. ونحن من أهداف اللجنة هو أول شيء إبراز وتسليط الضوء على دور المهندسة. نعم. في بناء المجتمع والوطن. وإذا بدك تمكين ورفع مكان، يعني قدرة المهندسة لتقدر تاخد مواقع قيادية بمهنتها. تماما. اخترتوها تكون لجنة نسائية بامتياز، مهندسات دون مهندسين. قديش هذا الشيء بيأكد على دور السيدة بمجال الهندسة بلبنان تحديدا، خاصة عم نحكي عن الهندسة المعمارية اللي هو صلب اهتمامكم. هلأ في شغلة بدي لك، يعني نحن صحيح اللجنة هي لجنة مهندسات، بس نحن النشاطات والمحاضرات اللي عم نعملها هي يعني مفتوحة للجميع، وهن المهندسين الرجال هن عم بيكونوا موجودين اكثر من المهندسات معنا. نعم. لانه المواضيع اللي عم نطرحها او عم تتناقش هي مواضيع
تهم المهندس والمهندسة معا والمواطن ككل. نحن بس يعني دور اللجنة إذا بدك هو تسليط الضوء على المهندسة، يعني النشاطات كلها إذا بدك المحاضرين هن محاضرات مهندسات فقط، وهذا الشيء فيه صعوبة لأنه نحن أوقات مننقي موضوع مهم بهم الجميع، بس بتشوف مين الأكسبرت بهالموضوع إجمالا، مش دايما مهندسة. بقى نحن عم بيكون في صعوبة تنقي ونبرز هالمهندسات. بكل أحوال مجال الهندسة مجال جدا واسع يعني، وباب عريض لكتير من أنواع خلينا نقول يعني الاختصاصات ضمن عالم الهندسة. اليوم أنتم عم تضموا معظم الاختصاصات صحيح يعني ضمن الهندسة؟ صح 100%. يعني نحن اللجنة أول شيء مشاكل عم قلك من عدة كل مهندسات بفيلد معين، ومن حتى يكون كلهم عندهم إذا بدك قيمة مضافة للجنة. نعم. كان هذه الخلطة، هذا المزيج من المهندسات من مختلف الاختصاصات ضمن اللجنة الوحدة، هذه اللجنة اللي بتعمل بحوث بتعمل محاضرات حول مواضيع متعددة إلى علاقة بالحياة اللبنانية تحديدا، صحيح؟ صح 100%. كيف تختاروا مواضيعكم، على أي أساس؟ هلأ نحن وقت ما بلشنا وقت أطلقنا اللجنة نعمل أول ملتقى للمهندسات، حبينا إذا بدك نفرجي قصص نجاحات لمهندسات بمواقع قيادية كانوا مدراء عامين مهندسات أو أصحاب شركات. هيدا أول ما بلشنا حبينا سلطت الضوء على السيدة اللبنانية المهندسة المبدعة اللي عندها دورة بالحياة العامة اللبنانية، اللي هي إذا بدك تقول يعني بدك هي كأنه بتمس يعني بدنا إياها تكون مثل المثل الأعلى للمهندسات الحالية وللمهندسات المستقبل والطالبات بالهندسة. هيك بلشنا. هلأ رجعنا بعدين حبينا ننقي مواضيع بتهم كل المجتمع مثلا على موضوع تلوث الليطاني. قمنا بنشاط زرنا سد القرعون، معمل إبراهيم عبد العال. رجعنا كمان نقينا موضوع تاني اللي هو قوانين وأنظمة البناء بلبنان. وإذا بدك شو بيصير كيف تنظيم يعني كيف بتصير آلية المراقبة بين تنظيم المدن وعهل وهيك صار يعني. نعم دائما مواضيع ذات صلة بعملكم بطبيعة الأحوال ولكن بتهم كل المجتمع. ست زينة يعني أوقات كتير يعني بتعرفي جمعيات المطالبة بحقوق النساء كتير كبيرة بلبنان، أنتوا عم تمشوا إذا بدي أقول بارلال معهم ولكن بطريقة ما بتشبه اللي عم نشوفه يعني دائما إنه من حقوق المرأة وخليني أقول يعني مظاهرات وتعديل قوانين وإلى آخره، وهذا الشيء كله مطلوب، ولكن أنتوا رحتوا إلى العمل، أخذتوا العمل سيدات عم تشتغلوا وعم تقولوا نحن موجودات وعنا نفس الحقوق وعنا نفس الاهتمامات تبع الرجل. قديش هذه الصورة الحقيقية عن المرأة اللبنانية؟ يعني اللي عم بتقوله تفضلت بيقولوا معك حق 100%. هلأ نحن إذا بدك نحن ما يعني دورنا كان أكتر إذا بدك الشق المهني والمحوري مش على موضوع حقوق المرأة. بس يعني أظهرتوا أن المرأة موجودة بعملكم خاصة بقطاع بتقدر الرجل يتقدم فيه على المرأة، قطاع الهندسة أو عنده باع فيه أطول من المرأة، مثل ما في قطاعات تانية المرأة تتقدم على الرجل. قلتوا لا نحن موجودات وعملتوا كل اللي عملتوا. هو ليش يعني ليش بيعود هالشيء؟ يعني بتشوف نحن نسبة المهندسات بالنقابة يعني 15%، هلأ شوي زادوا آخر شيء صاروا بلكي ما وصلوا 20% من مجموع لها. بقى بتشوف يعني أساساً العدد قليل. وهو طبيعة يعني المهندسة هي بعيدة عن الوسائل الإعلام مش هيك نحن يعني لأنه هذا الدومين يعني بعيد عن مجال الإعلام وعن مجال الميديا بشكل عام. زينة قديش أهمية الانضمام إلى النقابة خاصة للمهندسات، قديش هذا الشيء بيعطيهم حماية بيعمل لهم كثير من حقوق؟ نحن بنعرف تماما انه نقابة المهندسين هي نقابة نظامية اوردر تحديدا وعندها كل يعني بتأمن كثير من الحقوق للمنضمين لها. صح. هلا غير موضوع يعني في اكيد الحقوق اللي تابعه للنقابة كحد ذاتها. بس انت كمان الانتساب على النقابة بتستفيد منه اول شيء اذا بدك في التدريب يلي بيصير بالنقابة على مواضيع فنية او مواضيع يعني تدريب ادارة، صحيح. تطوير كمان مهارات تطوير المهنة تبادل المعرفة هذا شيء اساسي لانه بعدين بينعطى دورات اذا بدك كلفة بسيطة او شبه مجانية. وهذا شيء مش كل المهندس اذا انت يعني انت
بما ان يعني الواحد وقتها ينتسي بصير عنده كل هذه الخدمات عم تتوصل له. صح نعم. بكفي مثلا مثل المحاضرات اللي نحن عم نقدمها وباقي غير لجان، يعني نحن لجان بدك صحيح. تقول لجنه بعدها جديده، بعدها جديده، في لجان قديمه كثير بموضوع الموارد المائيه، المواعيد هول كلهم كمان مفتوحه لل لجان بتكمل بعضها بكل الاحوال لحتى يكون في دعم للمهندس والمهندسه اللبنانيين. بتاريخ 2 شباط رحتوا لمحاضره حملت عنوان الابنيه المتصدعة وطرق علاجها وترميمها بلبنان. سمعنا كثير عن هذا الموضوع وشفنا أبنية نزلت، يعني بعتقد السيوفي آخر مثل كان من الأبنية اللي سببت كارثة إذا صح التعبير، وفي كثير من الأبنية بنسمع عنها دايما موجودة في عندها مشاكل. خبريني عن هذه النقطة، ليش اختياركم لهذا الموضوع؟ نحن جو هذا الموضوع كان يعني موضوع الأبنية المتصدعة وكيفية معالجتها وترميمها. نعم. هو كان تكملة لنشاط نحن سبقنا وعملناه. نعم. سنة الماضية على موضوع قوانين وأنظمة البناء. نعم. والتكامل بين نقابة المهندسين وتنظيم المدن. عظيم. واللي هو أساسه كمان يعني عندك مثلا مواضيع مخالفة أنظمة البناء القوانين، عندك سوء تطبيق المعايير الهندسية والمواصفات. تماما. نحن بهالنشاط اللي انعمل هديك السنة انطلب انه نحن نكفي بهالموضوع. نعم. وعلى هالأساس هلأ نعمل هيدا النشاط. بتعرف هلأ في عدة مباني هون قابلة للانهيار بلبنان. صحيح. هلأ للأسف في عدة أسباب. هلأ الأسباب أول شيء عندك أنت في شقين، في عامل الزمن. نعم. يعني مبنى قديم، مبنى أثري. صحيح. هيدا شيء. وفي عمل الصيانة كمان اللي هو جزء جدا ضروري للأبنية. صح. صح. وعندك مثلا يعني في عدة عوامل، مثلا اللي بيبنوا طوابق زيادة كمان بيصير في حمل زيادة على الأعمدة. هيدي هون بلشنا يعني كمان بالمخلفات. صح. قديش اليوم بلبنان عندنا نسبة أبنية متصدعة إذا فينا نقول؟ في عندنا نسب ولا لا؟ يعني ما في إحصاء صراحة. ما في يعني لا ما عنا. يمكن النقابة يعني نقابة المهندسين أكيد عندها فكرة عن الموضوع، بس نحن بنشاطنا ما ركزنا أكثر. هلأ بالنشاط الجاي رح نحكي على الموضوع. نعم. يعني إذا بدك الأسباب التصدع ستركتور. نعم. باكي سوء تنفيذ أو سوء تصميم أو هيك. نحن كان أكثر المباني القديمة أو المباني الأثرية. نعم. ونحن اللي هي مهدد اليوم، اللي جزء منها مهدد. صح. نعم. صح أكيد. ونحن هذا النشاط نعمل بالتعاون مع مجلس الإنماء والأعمار. حبينا أنه ما يكون بس محاضرات على الموضوع، وأساساً كان معنا يعني رئيسة مركز الترميم بالجامعة اللبنانية كلهم محاضرات بخبيرات بهالموضوع. صحيح. بهذا المجال. بهالمجال حبينا ما يكون بس محاضرات، زدنا عليها زيارة ميدانية على مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدنية بطرابلس. نعم. حتى المهندسين. صحيح. والمهندسات. وكان معنا على فكرة بس مش بس مهندسين، مواطنين. صحيح. طلعوا يعني طلعنا بأعداد كل أحوال. هذا المشروع إذا تنفذ ووصل لخواتيم وبعتقد من أجمل المشاريع اللي ما قلت تنفذ بلبنان. قديش الإرث الثقافي بكل لبنان عم بيكون مهدد، خاصة الإرث الثقافي اللي بيحمل الوجه المعماري هون؟ قديش في تهديد لهذا الإرث؟ هلا في عم بينعمل في عده مبادرات، عم نشغل على الموضوع من الجهات المعنيه. نعم. يعني بتصور انه ما في عمل يعني بهذا الاطار. صح. وفي عمل لحتى نتخطى كل هذه الصعوبات. صح. انا بدي لك يعطيكم الف عافيه زينه، ان شاء الله دائما تكونوا عم تقدموا الافضل للمهندسات اللبنانيات من كافه الاختصاصات. اهلا وسهلا فيك زينه مجدلاني، رئيسه لجنه المهندسات اللبنانيات. طبعا لقاءنا تمحور حول اللجنه بالاضافه ل محاضرتكم أو لقائكم الأخير اللي حكيتوا فيه عن الأبنية المتصدعة بلبنان، كيفية علاجها وترميمها. أهلا وسهلا فيك، يعطيك ألف عافية. أنا بعرف عندك موعد مهم رح أخرك أكثر. أهلا وسهلا فيك. شكراً لك. شكراً. مشاهدينا منتابع سوا بإطار برنامجنا، نحن بيكون أيضا على موعد مع مجموعة من الضيوف بينضموا لنا تباعا، ولكن بعد هذا البريك. مشاهدينا إلى لقاء جديد بينضم لصبحيتنا، وطبعا لكل انضموا لنا بهذا الوقت. نحن وياكم مستمرين مع مجموعة لقاءات، مجموعة فقرات أيضا تعودتوا عليها، وجولة على أبرز الأخبار والنشاطات المتعددة والمتنوعة الموجودة على الساحة اللبنانية. بستنى باللقاء التالي استضيف مسؤولية الإعلام والتواصل بالهيئة الوطنية للعلوم والبحوث دكتور نينات كامل. صباح الخير. صباح. أهلا وسهلا فيك. أيضا بينضم لنا المخترع اللبناني أستاذ حسان عساف. صباح الخير حسان. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك أيضا معنا. اليوم رح نحكي عن مشاركة
مجموعة من اللبنانيين بالمعرض الدولي اللي بيحمل الرقم 11 للاختراعات بالشرق الأوسط اللي صار بالكويت. قبل ما أروح لهذا الموضوع بدي منك دكتور نينات تعرفيني على الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث. الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث هي جمعية غير حكومية لا تتوخى الربح، هي جمعية لبنانية، هي هدفها نشر ثقافة الإبداع والابتكار عند الشباب اللبناني. نعم. مشان هيك بنعمل نشاطات متعددة علمية وثقافية حتى نعرف الشباب اللبناني على الأسس المتاحة قدامهم كرمال انخراط بالمجال الإبداع والابتكار. نعم. من نشاطاتنا المشاركة بالنشاطات الدولية اللي بتصير ببلدان العالم مثل معرض الكويت. في إقبال لبناني على موضوع العلوم والبحوث، يعني موضوع البحث هو موضوع إشكالي بحياتنا اللبنانية، خاصة إذا بحكي عن الجامعيين بشكل خاص. قديش اللبنانيين مقبلين على موضوع البحث العلمي؟ نظرا من انطلاقا من المشكلة اللي حكيت عنها حضرتك، نحن بالهيئة عم نركز على طلاب المدارس، فمشان هيك بننظم سنويا مسابقة علمية لطلاب المدارس اسمها مباراة العلوم. نعم. وعم بيكون اكثاف اكبر كثير كثيف عليها من الطلاب لحديت هلا، يعني نحن المباراة رح تصير اذا قررت بنيسان، لحديت هلا صار في عنا تقريبا 160 مدرسة مشاركة حتى يجوا يقدموا الطلبات. فنحن بنلاقي انه في اقبال عند الطلاب ولكن ما عندهم الدعم الكافي لحتى هن يقدروا ينموا هيدي الثقافة والعلم عندهم. تمام. مشان هيك نحن عم نعمل هيدا الدور قد ما بنقدر. نعم. حتى كمان يتكمل عند الشباب الشامل. نعم دكتور، هون قديش مهم انه يربى الطالب اللبناني على اهمية البحث، قديش مهم يشارك بمسابقات بحثية اوقات، يعني ببعض مدارسنا بدي اقول يعني يعتبر موضوع ثانوي، وإذا كان في وقت بنشارك بمسابقات بحثية، قديش اليوم هذا مهم لحتى نربي ثقافة البحث عند الطالب؟ كتير مهمة هيدا المبادرات اللي عم بتصير، وكتير مهم أنه نشتغل كدولة لبنانية وكوزارة التربية على إدراج هيدا الموضوع ضمن المناهج التربوية اللي هو عم يتربى عليه الطالب. منشوف بكل المحلات، عم نحكي حاليا عن شيء اسمه ستام اللي هو العلوم والتكنولوجيا والماثماتيكس والقطاع كل الانتربرينورشيب عند الطلاب. نعم. لأنه هيدا الشيء بشجعهم حتى كمان على الإبداع، على طريقة حل المشكلات بطريقة علمية ومهمة. كمان عم نبلش نلحظ اهتمام بعض المسؤولين بهذا الموضوع. وفي مبادرة طرحها حاليا النائب نيكولا الصحناوي اللي هو إدراج مادة الروبوتكس بالمنهج اللبناني. نعم. وإن شاء الله يكون هيدا شيء طور التقدم. نعم. والتطبيق لحظة إن شاء الله نشوف تطور وتقدم بالمنهج. صح. اللبناني اللي طبعا هو منهج متقدم ومتطور، ولكن بحاجة لإضافة من التطورات. أستاذ حسن، عرفت عنك بالبداية مخترع لبناني، ياريت تعرفنا عن حالك أكثر، مين حسن عساف وليش جيت إلى عالم الاختراع ومن أي باب تحديدا؟ أول شيء يسعد صباحكم، يا أهلا يا أهلا، بحييكم كتلفزيون وطني، بحيي الهيئة الوطنية. أنا حسان عساف، مؤهل متقاعد بقوى الأمن الداخلي. نعم. صار لي سنتين متقاعد تقريبا، وبعد ما راحت الهالة اللي عني لأنه كانت أخذتني الدولة، عرفت ما بيقولوا 2400 ساهم، فصار عندي شوية صفاء ذهني، حبينا نعمل شيء كمعالجة اجتماعية. نعم. نظرا لانتشار الأرجيلي، انتشاره خصوصي بالوطن اللبناني بشكل كبير، حاولنا انه نعمل شيء للصحة العامة، لصحة الناس. نعم. وبنفس الوقت بيكون صديق للبيئة. فطلعت فكرة الأرجيلي، صممناها والحمد لله أنجزناها وسجلتها بموجب براءة اختراع بشهر 7/2018. بدي بس أفهم منك أكثر، أنت شفت أنه في مشكلة لبنانية بانتشار الأرجيلي بشكل كتير كبير بصفوف كل الناس، وبشكل خاص خلينا نقول عند فئة الشباب تحديداً، قررت تقدم اختراع بيعالج هذه المشكلة. بالضبط. شو عملت أرجيلي؟ يعني عملت أرجيلي صحية. صحية. كيف أرجيلي يعني؟ صحية من حيث الشكل، بقيت أرجيلي على حالة انه اللي عم بيأرجل ما تكون غريبة عنه المدخن، يعني بتشوف نفس شكل الأرجيلي، بتشوف نفس شكل الأرجيلي وبتعطي نفس الصوت. اما المضمون والنتيجة، عم نشوف الصور نحن. صح. عم نشوف الصور. اما المضمون والنتيجة فهي اختلفت من حيث المضمون والنتيجة، يعني صارت نتيجتها صحية ومضمونة كانت تعطيك الدخنة، صارت تعطيك البخار المشبع بالأكسجين اللي بيحمل معه
بيحمل معه نكهة حسب رغبة المدخن. تماما. خليني أفهم منك أكثر أستاذ حسان. نعم. الأرجيلة مؤلفة من ماء ومعسل أو يعني اللي بدخن يعني. نحن استفدنا، نحن ما لغينا دور المعسل ولا دور الفحم. شو عملنا؟ نحن المعسل صار عندنا نقيع حتى يعطينا النكهة حسب رغبة المدخن. أوكي. يعني اللي بدخن مثلاً تنبك نعطيه نقيع التنبك، بياخذ البخار نقيع التنبك اللي بيعطيه نفس الطعمه، بس ما في ثاني اكسيد الكربون، ما في غازات محترقه، وحمينا المدخن من احتراق الغازات المنبعثه عن احتراق الفحم واحتراق التنبك اللي عم يعمل له المشكله هي الاساس. في فحم ولا ما في فحم؟ في فحم بس كونه جهاز مغلق فغازات الفحم ما بتفوت على رئه المدخن لانه صار الجهاز مغلق. يعني انا اذا شايفين اذا عرضته شفنا صوره الاركيد حطيته بجهاز مغلق. يعني انبعاثات الناتجة عن الغازات الناتجة عن انبعاث الاحتراق الفحم ما بتدخل على جسد المدخن. نعم. على رويه المدخن. كان هي خلينا نقول اقل ضررا من الارجيل العادي، يعني بدك تقول باقله 80%. هلا انا ما بنصح الناس انه تارجل فيها، بس المدخنين عاده يروحوا لهيدا الاتجاه، وبحطها ضمن اطار وزاره الصحه. يعني على طول انه نحن بنقول التدخين، بتكتب لنا وزاره الصحه التدخين مضر كذا، هاي فيها يكون ضميره مرتاح وزاره الصحه وتقول ننصحك بهذا العمل. لا ما بدنا ننصح حدا لا بالارجيلي ولا للمدخنين ولا بالتدخين. دكتور نينات، كيف تتواصلوا مع المشاركين؟ يعني مثل ما قلنا استاذ حسان شارك بالمعرض الدولي للاختراعات بالشرق الاوسط اللي صار بالكويت، كيف تتواصلوا مع المخترعين؟ كيف بتصير هذه العمليه؟ نحن عنا بنستعمل وسائل التواصل الاجتماعي، عنا صفة على الفيسبوك هي الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث NASR-LB، عنا كمان على كل وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام وتويتر. بنعمل أول تقريبا نص السنة دعوة لكل المخترعين اللي هن اللبنانيين اللي بيحبوا يشاركوا بهذا المعرض الدولي، هن بيكونوا أكثر من معرض، بنقي هو المعرض اللي بيحب يشارك فيه وبعبي فورم معين، وهذا الفورم بيبحثوا مجلس إدارة الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث لاختيار المشاريع اللي هي مناسبة حتى أنه تشارك في هذه المعارض العلمية الدولية. سبق شاركنا كمان بالإضافة للكويت بألمانيا وبإسطنبول وبالصين، كمان سبقت من قبل بسويسرا. بالإضافة لهذا الكل اللي نحن بنعمله لكل المخترعين اللبنانيين، أنا كمان طلاب المدارس اللي هن بيشاركوا بمباريات العلوم بننظمها سنويا، منهم بيكونوا رابحين ميداليات ذهبيه وبرونزيه صوتيه، كمان بيقدروا يشاركوا بهيدي المعارض العلميه. نعم، لكن دكتور مجموعه من المعارض اللي بتشاركوا فيها تباعا، بدي اروح انا وياكي لنفصل بعد شوي مشاركتكم الاخيره وكيف بتحكموا المشاريع المحليه قبل ما تظهر الى يعني بتكون تصير شرق اوسطيه او حتى عالميه. هون بيرجع لك استاذ حسان، بدي تابع انا وياك مجموعه من الصور لحتى نتعرف على تفاصيل عملك اكثر او مشاركتك ايضا. شو عم نشوف هون استاذ حسان بمشاركه بالمعرض الاخير؟ انا ما شاركت الا فيه لانه ما تسنت لي الفرصه. انا وقت سجلت براءه الاختراع تعرضت بنتي لمرض شوي عضار، الحمد لله هلا بخير، طمنت عنها الحمد لله. فالتهيت عن هيدا المشروع، ما قدرت نفذته الا لحتى كانت ارتاحت البنوت نطفي، والحمد لله شاركنا بالمعرض وكان مشاركه رائعه للوفد اللبناني، وعن جد شيء بيرفع الراس، وهيدا الفضل بيعود للهيئه الوطنيه اللي قدمت لكم هذه الفرصه وهذا المجال. فانفتحنا على العالم بشكل كبير، وحسينا حالنا انه عن جد نحن يعني وصلنا افكارنا. نعم. كما يجب. نعم، يعني ضروره هذه الافكار انها توصل خاصه عند المخترعين، لاوقات ما بيكون عندهم دعم دكتور، اوقات ما بيكون في للاسف يعني احنا ما عندنا وزارات مختصه اذا بدي اقول بتلاحق هذا الموضوع، بتدعم المخترعين بتشجعهم، لانه اوقات مخترع على صعيد صغير على نطاق صغير بيقدر يوصل لاماكن افضل. قديش هم تلعبوا انتم هذا الدور كهيئه وطنيه؟ نحن عم نجرب قد ما بنقدر انه نكون هيدا الدور وهيدا الداعم قدام الشباب اللبناني، حتى يقدر هو عنده القدره وعنده كل اذا بدك
القدرة اللي هو عنده إياها وكل الإمكانيات، بس بده هو المجال والفرص. صحيح. فنحن عم نقدم له هيدي الفرص حتى هو يقدر يفرج الإبداع اللي عنده إياه، إن كان بالمسابقات الوطنية اللي منظمها للمدارس وإن كان بالمعارض الدولية. نعم. عنا نحن فريقنا كله متخصص بهيدا المجال، مجال الإبداع والابتكار، وعنا فريق عمل تطوعي اللي هو بيجي بيساعدنا بالأعمال اللي نحن منظمها والمسابقات العلمية. نعم. عنا بالإضافة لهيدا الهيئة علمية، هيئة علمية مكونة من دكاترة جامعيين، إن كان من الجامعة اللبنانية اللي نحن معنا اتفاقية شراكة معها، هي مقدمت لنا المركز اللي نحن قاعدين فيه، أو إن كان من جامعات أخرى متخصصة كمان عنا اتفاقية شراكة معها. هؤلاء الدكاترة اللي هن متخصصين بالمجال العلمي بيجوا بحكموا المشاريع العلمية وعلى أساس محددة وهي موزعة، حتى يقدروا من بيناتهم ينقوا فائزين. وكمان عنا كتير جوائز تعطى بهيدا المسابقة اللي هي مخصصة لطلاب المدارس. نعم. والهيئة العلمية كمان بتلعب دور بالمشاركة بالمعارض العلمية الدولية، كمان بيروحوا هن بحكموا أوقات فيها. وهيدا الشيء كون نحن كهيئة وطنية للعلوم والبحوث عنا اتفاقية، ونحن منشكل المركز الشرق الأوسط نقطة الارتكاز لجمعية الإيفيا اللي هي الجمعية الدولية للمخترعين اللي هن بنظموا هيدا المشاريع الدولية. وإن شاء الله نعم. كمان عم نشتغل أنه نحن نعمل معرض للاختراعات بالشرق الأوسط، بس تكون ببيروت. نعم، تكون ببيروت عم تستضيف المخترعين المخترعين العالميين اللي هن كيف نحن اللي منروح منشارك فيهم. هيدا الشيء عم نخطط له إذا قال الرد للسنوات القادمة. نعم. وعندنا كمان مجلس إدارة اللي هو مجلس مصغر بيمثل الأشخاص اللي هن عنا اتفاقيات شراكة معهم. عم نعمل اتفاقيات الشراكة إخيرا كان مع جامعة المعارف، إن كان مع الجامعة الإسلامية بلبنان، حتى نقدر كمان ندعم الطلاب ونقدم لهم الفرص العلمية اللي هن بحاجة لها حتى يقدموا ويخترعوا. كمان بالإضافة لهيدا الشيء عم نفكر حتى استكمل لهيدا المسيرة أنه نحن نعمل حاضنة أعمال عنا بالمركز اللي هو بقلب الجامعة اللبنانية، وهيدا الحيدة الحاضنة تستضيف الطلاب وإن كان المخترعين اللي هن عندهم أفكار بس بهدف توجيهها لهيدا الابتكارات. نعم. ويصيروا شركة لبنانية عاملة يعني يصير عندها مردود خاص. نعم، دائما تأمين البنى التحتية لموضوع البحث العلمي والاختراع. صح. واللي هو ضرورة وحاجة لبنانية. مثل ما قلنا في عنا الفوز بميدالية ذهبية، 5 فضيات واثنان برونزي، من يعني خلينا نقول برونز تحديدا. خبريني مين كان مشارك، شو هي الفئات اللي فازوا عنا؟ اوكي، هلا هو المعرض الدولي للاختراعات اللي صار بالشرق الاوسط بالشهر الماضي بنظم النادي العلمي الكويتي اللي هو كمان جمعيه كويتيه، وجرى المعرض باخر كانون الثاني برعايه امير الكويت. ومنوجه لكم التحيه ونحييهم على الانجاز اللي عملوه. وبناء مثل ما سبق وذكرت نحن عملنا دعوة للمخترعين اللبنانيين يشاركوا، فقدم كذا حدا دعوة انه يشارك، فشاركنا كوفد لبناني كان عندنا 8 اختراعات. نعم. وقدرنا كمان نحصل من هدول الـ8 اختراعات على 8 ميداليات. اوكي. واحدة ذهبية اخذها المخترع حسين. يعني كل اختراع شارك اخذ جائزة. كل اختراع شارك اخذ ميدالية. يعني الوفد اللبناني عنا كلنا بيضت الوجه كلكم. الحمد لله. حتى نعم. كانت الجالية اللبنانية هناك وكمان بنوجه لهم تحية. نعم. كانوا مساندين لكم، داعمين لكم. كثير مبسوطين. وبالاضافة للجالية كمان السفيرة اللبنانية القائمة بالأعمال السفارة اللبنانية بالكويت كمان كانت وجهت دعم كثير خاص للوفد. هذا الالتفاف يعني حول الوفود اللبنانية لما تطلع من بلد الجالية أو السفارات القائمين بالأعمال أو حتى أيضا السفراء والأناصر الموجودين بدول الاغتراب. بدي فند الجوائز فايدة الجائزة الذهبية لمين وشو كان العنوان؟ يلا قبل ما أقول لهؤلاء بدي أذكر أن الوفد اللبناني كان برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث الأستاذ رضوان الشعيب. نعم. أكيد كمان وأنا بوجه له تحية على الهواء. تفضل. وبالإضافة له كان في عنا زميلة آلاء صفوان كمان من وجه لها تحية. كمان من وجه لها تحية. وجه تحية بعد حدق المفروض لا بس هذول هلا نوجه تحية للمخترعين. كلهم تعبوا معنا. يلا تفضل. بنبلش بالمخترعين. عنا الميدالية الذهبية حصل عليها المخترع حسين مراد، هو اختراعه الساعي المحرك الساعي كمان هدفه تخفيف الطاقة قد ما بنقدر بالمحركات. نعم. ونحن بنضلنا محافظين على ذات النتيجة. أوكي. ميدالية البرونزية الأولى حصل عليها أسماء سرحان ومحمد سحر،
أسماء مم. ومحمد سرحان نعم. من الجامعة الإسلامية. اختراعاً هو عبارة عن آلة صغيرة بتبعث مؤشرات حيوية عند المريض بهدف مساعدته والمحافظة قدر الإمكان على سلامته. بالإضافة نعم. لإلها أخذوا جائزة جمعية المخترعين البرتغاليين. عنا الميدالية البرونزية الثانية أخذها نعم. المخترع محمد علي دندشلي بسبب استضفته بالبرنامج. صحيح. اختراعه عبارة عن جهاز أمن لمدرج المطار. نعم. الميدالية البرونزية الفضية الثالثة أخذها المخترع طلال الأستاذ طلال دندشلي من مدارس المقاصد. نعم. اختراعه عبارة عن جهاز بيحمي من تسرب الغاز. والميدالية الفضية الرابعة أخذها المخترع الدكتور محمد جمال شوربجي. اختراعه عبارة عن معالجة لتسوس الأسنان من دون ألم للأطفال. والميدالية الفضية الخامسة أخذها المخترع حسان بدك تساعد الفضية الأخيرة محمد يس. جمال عندي لا أنا. حسين القادري أخذ حسين القادري واختراعه عبارة عن جهاز بيحمي من أخطاء البشرية. نعم. والميدالية البرونزية الأولى أخذها مخترع الأستاذ أحمد المصري من مدرسة رمل الظريف الرسمية. واختراعه عبارة عن دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بالصف. وأخذ بالإضافة لإلها جائزة المخترعين الرومانيين. وعندنا الميدالية البرونزية الأخيرة أخذها المخترع حسن عسف. نعم، رقم مجموعة من المخترعين اللبنانيين. صح. كل حدا بمجاله، كل حدا بنطاقه كان عم بيحصل على جائزة، وحلو انه عند 8 مشاركين وعندنا 8 ميداليات. يعني ميداليات. فعلا هذا موضوع. صح. يرفع يعني بينرفع فيه الراس تحديدا. استاذ حسن رح تكمل يعني رح يكون عندك اشياء ثانية تفكر فيها تشتغل عليها؟ عندي قصص هلا ان شاء الله لخمس اختراعات. نعم، خمسة اذا الله راد. اللي هن عندي عم أقول لك اختراعاتي كانت أغلبها معالجة للمجتمع. صحيح. في حاجة، في مشكلة عم تشتغل عليها. في عنا بلبنان موضوع الكهرباء. اشتغلت عملت تصميم لمروحة بتعطينا عمل المكيف، عمل الاي سي، وهي بدها ربع أمبير دل ما ياخذ الاي سي كهرباء كثير. نعم. وسهلة التنقل من مكان لآخر. عملت كذلك الأمر هيدي تركب على سيارة دون ما بيكون إلى صلة بالموتير نهائيا. نعم. موتير السيارة. يعني بتعطيك عمل المكيف تعول السيارة الاي سي. صحيح. بلا ما تستخدم الاي سي من دون تكون دايرة السيارة او مطفية. نعم. كمان بأقل كهرباء لا يذكر. نعم. كمان براد وفريزة. وهلا عندي مشروع عم بشتغل عليه هلا، يعني كمان صار جاهز، هو مشروع تعليمي تكنولوجي للأطفال. حلو. هيدا لعبة محببة أكثر من الآيباد للطفل. وبتعلمه الأحرف الأبجدية والأرقام. نعم. الألوان والحيوانات بطريقة الحاكة. هو عم يلعب فيها. نعم. هيدا بيشيل عن المعلمة عبء، ما بيلغي دورة أكيد. بيشيل عنا عن المعلمين تقريبا عبء حوالي 50%، عن الأهل 80% بأقلهم، لأنه حيجي ومعه هاي اللعبة ودرسه عم يتعلم. نعم. هل هو بياخدوها بالسنين الأولى في إلى إمكانية تطور إلى إمكانية تطور للصفوف الأعلى. نعم. بدأ شوية تعب، ما بنقدر ننفذها بلبنان كونها فيها شوية تكنولوجيا. نعم. بس هيدا المشروع يعني أنا بحطه بتصرف وزارة التربية. نعم. إن شاء الله كل مشاريعك تبصر النور. نعم. يعني وإن شاء الله فعلا تكون عم تقدم. نعم. أشياء بترضيك بالدرجة الأولى، وبتكون فعلا عم تكون حاجة للمجتمع اللبناني. أنا بيكون أهلا وسهلا فيكم معنا بصبحيتنا، يعطيكم ألف عافية. دكتور نينات كامل مسؤول التعليم والتواصل بالهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، أهلا وسهلا فيك. أيضا المخترع اللبناني حسن عساف، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. وشكرا لكم أستاذ جو على الفرصة. أهلا وسهلا فيكم، شرفت. كمان أخيرا من نتشكركم ووجه تحية. أهلا وسهلا فيك مشاهدينا. نحن وياكم عم نتابع أيضا ببرنامجنا لليوم. بعد الفاصل الإعلاني بتنضم لكم الزميلة رنا مع مجموعة ضيوف. صباح الخير لكل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا لمتابعه برنامج احلى صباح دائما عبر شاشه تلفزيون لبنان. كلنا منتفق وكلنا منقول انه التعليم اساسي وحق
من حقوق الإنسان. لكل فرد الحق بالتربية والتعليم، ومن أهداف التعليم الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية وصون كرامتها وتمكين كل شخص من الإسهام بفعالية بالمجتمع وتوطيد احترام حقوق الإنسان. إلى جانب الحق الإنساني بالتعليم أيضا لازم أنه تتوفر البنى التعليمية الكافية، المؤسسات والبرامج للجميع، ولابد أنه تكون هالبنى مجهزة بكل المواد والمرافق اللازمة لحسن سير عملها، المباني ومعدات التدريس ومواده والوقاية من العناصر الطبيعية والمرافق الصحية والمياه الصالحة للشرب وغيرها وغيرها من الأمور. ضيفتنا اليوم سعادة المفتش العام التربوي بلبنان فاتن جمعة، أهلا وسهلا فيك فاتن. أهلا فيك. يعني التعليم التربية بشكل عام أساس وهو شيء كتير مهم، ومثل ما ذكرنا اليوم هو حق من حقوق الإنسان. ومثل ما قال الكاتب المسرحي الألماني بريخت أنه أيها الجائع تناول كتابا فالكتاب سلاح، وفعلا كتابنا هو سلاح. اليوم إذا بنحكي شوي عن حق بالتعلم وصون حقوق المتعلم بالقطاع التربوي بلبنان، كيف فينا نقيم هالموضوع بلبنان؟ مثل ما حضرتك بلشتي، حق التعلم هو حق منصوص عنه بالمواثيق الدولية، هو حق كل طفل أنه يتعلم. بس مش مهم أنه نحن نحط نصوص ويكون موجودة هالنصوص سواء بالمواثيق الدولية أو بالقوانين والأنظمة، المهم هيدا الحق يكون مصان ويكون نحن نعمل على تحقيق هيدا الحق. هلا حق المتعلم، عنده المتعلم كتير حقوق. أول شيء هي إلزامية التعليم، لازم كل طفل أو كل طالب يكون له حق يتعلم ويكون له مقعد، دولة تأمن له مقعد دراسي. حقه أنه يكون في نوعية تعليم، مش بس أنه مقعد دراسي، يكون عنده أساتذة كفؤين مدربين، يكون عنده استقرار بالتعليم، يكون مناهج تتطور مع تطور التكنولوجيا وتطور طبعا الزمني. هيدا الشيء اللي للأسف هلأ ما عم، إذا بدنا نقول بين الحق وبين الواقع، يعني إذا بنعمل مقارنات، المناهج مثلا مثل ما كلنا بنعرف إنه هي لازم تتطور كل 4 سنين على الأقل، لنا يمكن أكثر من 22 سنة مش مطورة هيدي المناهج، وكل فترة بصير في مشاريع وبصير في تمويل لهيدا التطوير، ومنبلش بهيدا التطوير المناهج وبيرجع بيوقف وما بنعرف شو الأسباب اللي بتوقف مشينا. حتى حق المتعلم أنا بركز على ذوي الاحتياجات الخاصة يلي هو اللي لازم كمان يكون عندهم حقوق خاصة فيهم. هلأ بلش الاهتمام فيهم بالامتحانات الرسمية وبالمدارس، في مرسوم بيحدد معايير وأسس الأبنية المدرسية. صح. بيركز هذا المرسوم أنه ذوي الاحتياجات الخاصة لازم يكون لهم طرق دخول للمدرسة بتلبي حاجاتهم هني. هذا الشيء مش كل المدارس للأسف، خصوصا الرسمية كمان عم تكون موجودة عندهم إياها. المتعلم كمان حقه يكون عنده بناء ملائم آمن، حقه يكون عنده مختبرات مجهزة، حقه يكون عنده ملاعب لائقة. هذا المرسوم اللي عم بقول لك عنه بال 2002 اللي بيحدد معايير الأبنية المدرسية، بيحدد بطريقة مفصلة مثلا قديش كبر الصف مفروض يكون، قديش كبر الممرات الموجودة، حتى كبر الساحات والملاعب المدرسية، قديش لازم تكون المدرسة بعيدة عن الضجيج. كل شيء مفروض انه يتأمن بالمدرسة لتأمينه لهالطالب الراحة والتجهيزات الملائمة لتوصلوا توصلوا الأمور التربوية مظبوط. هيدا مش كله مطبق للأسف. يعني هلأ في بالمدارس الخاصة والرسمية الاثنين سوا، نحن شغلنا كتفتيش تربوي على المدارس الرسمية، ما خصنا بالمدارس الخاصة. يعني نحن بس صلاحياتنا على المعاهد والمدارس الرسمية والثانوية الرسمية. هلأ في مثلا مرة نحكى بالإعلام حتى مثلا عن مدرسة إنه للأسف ما في عندها ملعب، الطلاب بيلعبوا على المقابر. في مدارس عندك ما عندهم ملاعب، بيلعبوا بالساحات الضيع. طب هيدا وين أنت أمنتي له لهيدا الطالب الأمان؟ صح. انت مفروض تبعدي عنه الخطر، خطر السيارات، خطر الضجيج. بالامتحانات الرسميه نحن عملنا كثير تقارير
عن المراكز اللي عم تتاخد امتحانات رسمية. هذه المراكز مفروض تكون فيها نظافة، فيها رواء، حق التدفئة والتبريد، حتى كمان هذا حق الطالب انه يقعد بجو ملائم ما يكون فيه لا شوب ولا برد. مثلا في مدارس بهيدي العاصفة اللي مرقت كمان تبين كمان انه فيها نش، يمكن هو قاعد الطالب صار ينزل عليه. هون هذا كله مفروض هيدي الحقوق تتأمن للطالب. حق الطالب كمان انه ما يتعنف، يكون محترم، حقه باحترامه هو كإنسان، حتى التعنيف الجسدي واللفظي. هول الحقوق منصوص عنهم بالقوانين والأنظمة، وفي تعاميم حتى بتصدر عن الوزارة. بس هون بدنا نشوف التطبيق. هلأ نحن مسؤوليتنا كتفتيش تربة ومسؤولية الوزارة كمان كتسلسل إداري كمان بتطبيق هذه القوانين والأنظمة. لكن خلينا نحكي عن صلاحيات التفتيش التربوي بلبنان، وهل يحق اليوم للتفتيش أيضا أنه يدخل بالأمور حتى المالية والإدارية للمدارس؟ المفتشية العامة التربوية هي مفتشية ضمن التفتيش المركزي، من صلاحياتها الرقابة على كل المدارس والمعاهد والثانويات الرسمية. هذه الرقابة بتطال سير العمل فيها، كفاءة أفراد الهيئة التعليمية وكيفية قيام بواجباتهم، أعمال المرشدين التربويين، تطبيق المناهج المدرسية، الامتحانات، تطبيق أنظمة الامتحانات الرسمية، كل شيء بقلب المدارس والمعاهد والثانويات الرسمية الفتشية العامة التربوية بتقوم الرقابة عليها. يعني حتى نحن بنوصل أكثر، يعني رقابتنا بتكون إدارية وفنية ومالية من كل النواحي، كل شيء. يعني الأبنية المدرسية نحن بنعمل لها تقارير وبنعمل توصيات للوزارة إذا البناء مش ملائم، المختبرات إذا كمان فيها نقص، الأساتذة إذا فيهم نقص، أو في أستاذ مثلا ما عنده الكفاءة المطلوبة، كمان بنعمل بنقيم أفراد الهيئة التعليمية الآن، بنقوم بنعمل توصيات للوزارة بهذه المواضيع كلياتها. هلا القصص الإدارية والمالية والفنية نحن كلها بنشوفها بالمدارس. هلا إذا غير المدارس نحن أي مفتش إذا بيضبط مخالفة أي وزارة يمكن أو مؤسسة عامة ولو ما كانت ضمن صلاحياته، إذا صارت أي مخالفة قدامه بحق له المفتش يضبط المخالفة، ياخد إفادات معينة، بيرجع بيحولها للمفتشية العامة المختصة لتقوم بواجباتها هي. اليوم الأسس اللي بتعتمدوا عليها لتطبيق التفتيش التربوي هي الأسس العالمية صح؟ ولا بتاخدوا بعين الاعتبار الظروف المحلية بلبنان؟ وظروف المدارس. هلا كل ملف بدك تاخدي ظروفه بعين الاعتبار بالنهاية. يعني كل مدرسة هي حالة واقعية بحد ذاتها. يعني ما فيك هلا امرار، انت اكيد مسؤوليتك تطبق القوانين والأنظمة، بس في اسباب امرار انسانية، اسباب ظروف نفسية مفروض تتاخد بعين الاعتبار. بدي اعطيك اكزامبل، مثلا هلا في عنا اعداد كبيرة من الأساتذة اللي عندهم أمراض نفسية، اللي عندهم أمراض مستعصية، كانسر وغير كانسر. هلأ هول الوزارة مش عم تعمل لهم حل، وللأسف هني موجودين بالمدارس وعم يقبضوا معاشاتهم، بس ما عم يقوموا بالنهاية بواجباتهم. هلأ نحنا كتفتيش تربوي ما فيك تعملي له عقوبة لواحد يمكن عم بتعالج كانسر، أو لواحد عنده أمراض عصبية ونفسية بالنهاية هو مش بوضع طبيعي. هون مفروض الوزارة تحلها. ونحن عملنا مرة دراسة بعدد هدول الأساتذة اللي هو فعليا كبير، ومش بس قصة انه هدر مال عام برواتبهم، هون في خطر على الطلاب او حتى على الأساتذة من اللي عندهم أمراض نفسية وعصبية. يعني انا هون عندي اقتراح انه ليش ما بنعمل لهم هدول نص بيخضعوا للجنة تقييم. هيدي اللجنة بس تعمل تقريرها، إذا ثبت إنه هيدا الأستاذ ما قادر بقى يكفي بالتعليم لأسباب نفسية وعصبية، ينعمل لهم تعاقد تقاعد مبكر. يعني إحنا مش عم نقول إنه حرام مش بحقهم، يعني أكيد ما أكيد، يعني هو بالنهاية بدهم يعيشوا أكيد. بس كمان نبعد خطرهم أو عدم إنتاجيتهم عن المدارس، ما يكونوا عدد بس بهالمدارس بدون إنتاجية. فأنا اقتراحي إنه ليش ما بنعمل لهم نص وبينعمل تقاعد مبكر لإلهم، هيك هن بيرتاحوا على وضعهم والمدارس بترتاح كمان، بتكون عم بتحافظ على مصداقيتها. اليوم بالنسبة للمدارس الرسمية الموجودة بالمناطق النائية، هون أكتر شيء عم بتكون الحاجة موجودة فوق، عم بيكون عندهم مشاكل أكتر من غيرهم بحسب التفتيش اللي أنتم عم تقوموا فيه، كيف الوضع بهالمناطق بتكون؟
هلا الوضع بالمدارس النائية صعب شوي يعني لعدة أسباب. يعني أول شغلة يمكن الفقر عند الطلاب، إذا بدك تشوفي يعني كمان في مناطق فيها فقر. هون مفروض دور الإرشاد الاجتماعي اللي موجود بالمدارس، دور المدير والنظار كمان، ودور إنه نحن مفروض نحط أساتذة يكونوا مدربين على حل هذه المشاكل النفسية للطلاب. يعني هيدا نحن اللي عم نقوله، ما يتعنف هيدا الطالب اللي عنده حالة نفسية أو حالة اجتماعية معينة. يعني بالعكس نحن مفروض نشوف شو أسباب هالحالة عنده ونحلها، هون دورنا نحن تربوي. أوكي. هيدي المدارس اللي عم تقولي عنها بالمدارس النائية فيها حتى يمكن المباني مش منيحة، ومع أنه في محلات كرة، يعني أنا خبروني أحد المفتشين أنه في قرية كتير نائية أعجب بالمدرسة نموذجية، يعني صدم فيها لسبب أنه هي البلدية الموجودة بالقرية، البلدية كتير إلى دور بالمدارس كأبنية وكمستلزمات كتير إلى دور. هلأ لما البلدية والمجتمع المدني بيساعد هذه المدرسة لتكون مدرسة نموذجية، قادرين نعمل أحلى مدارس. يعني إحنا في كتير أساليب فينا نلجأ للتطوير، نلجأ لتطوير المدرسة. في للأسف نحن الصيت اللي طالع أنه المدارس الرسمية سيئة ومستواها متدني، بالعكس عندنا مدارس وثانويات أهم من المدارس الخاصة. بس ما عم يتضوى عليها. يعني الإعلام له دور كتير كبير هون. يعني أنا بقول ليه ما بنعمل برنامج بس يضوي على هالروضات اللي كتير مهمة نموذجية موجودة عندنا، روضات عندنا كتير رسمية مهمة، عندنا ثانويات كتير مهمة، مدارس كتير مهمة، ليه ما نحن كإعلام منضوي عليهم ونخلي هالعالم اللي للأسف مثل جورج زريق وغيره اللي عم يكون عندهم كتير صعوبات مادية وعم يتضايقوا كتير يحطوا أولادهم بمدارس خاصة، نحن نضويلهم على هالمدارس والثانويات المهمة ليروحوا يتسجلوا فيها. يعني ما يضل عندنا خوف انه المدرسه الرسميه لا سيئه، لا هلا في مشاكل اكيد. اليوم صار في طلب كثير كبير من قبل الشعب اللبناني بشكل عام انه يكون في مدارس رسميه ذو مستوى يقدروا يحطوا اولادهم فيها بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب اللي عم بيمر فيه لبنان واللي عم بيمروا فيه لبنان. نحن قادرين نعمل احلى مدارس، نحن قادرين نعمل احلى مدارس رسميه، بس بدك النيه، بدك مجهود شوي أكبر، بدك مثلا نحن كتفتيش تكون له دور أكبر وتكون توصياته ملزمة للإدارة. بس كل هيدي الجهود، يعني لتعملي مدرسة بدك أول شيء أهم شيء المدير فيها. هلأ مثلا المدير يعين للأسف سياسيا، بنعمل له مقابلة مش مختلفين، بس ما في معايير محددة لاختيار المدير. يعني عم بيكون إذا بدنا نحكي بالواقع بضيعة معينة، إنه لازم المدير يكون من هيدي العيلة، أو لازم يكون المدير من قلب الضيعة، ممنوع يجي مدير من خارج القرية. طب ليه؟ نحن بهمنا أشخاص ولا بهمنا مدرسة كمدرسة؟ ما هو أساس المدرسة المدير. أفراد الهيئة التعليمية مثلا، التعاقد اللي بيتم مثلا بدون أي معايير، بيتم بمقابلة معمولة من اللجنة كمان ما في معايير لاختيارها. أوكي. وما في أي تدريب لإلهم عم بيصير. طب هو لما أنت عم تفوتي أستاذ منك واثقة بكفاءته، طب ما هيدا كمان عم تضرب المدرسة. المناقلات المستمرة خلال السنة كمان، لما انت الطالب بيجي خلال السنه له نفس الماده استاذ او استاذان، يعني ما في عنده استقرار بهيدي الماده بهذا التعليم، طب هون كمان عم تضرب المدرسه الرسميه. يعني القرارات الاداريه الغير قانونيه اللي عم بتصير من الاداره التربويه هي اللي عم تضرب التعليم الرسمي. بس نوصل انه كل القرارات اللي عم تتم من اي وزير تربيه، عم نحكي كل القرارات الاداريه تكون مطابقه للقانون، توصيات التفتيش تكون ملزمه للوزاره، قادرين نحن بمجهود مشترك كان وزاره التربيه ولا مركز تربوي ولا تفتيش تربوي، لما تتضافر كل الجهود قادرين نعمل احلى مدارس رسميه. خاصه اون بلس اذا بقول لك عم يجي مشاريع كثير تربويه، عم يجي اموال كثير من برا. طب ليه ما نحن بنستعمل هالاموال لتحسين المدرسه الرسميه، ما تروح هالاموال بمشاريع تربويه للأسف ما عم توصل للنتيجة المرجوة منها. صحيح. إذا بدك بنحكي عنه هذا الموضوع قادرين نحكي عنه. يعني عم بيكون أحيانا في تضارب، عم يجي مشاريع تربوية بتمويل خارجي، أوكي، نفس المشروع بينعمل بالمركز التربوي وبوزارة التربية، طب ليه بده يكون فيها الازدواجية بالمشاريع؟
اوكي، هذه الاموال او مشروع بيتكرر بعنوان متقارب. نعم. طب هيدا هدر بهالاموال، هول الاموال كل اللي عم تيجي اي دوله برا بتعمل مشروع بتشوف القيمه المحققه من الانفاق، يعني هل هيدا المشروع ادى الاهداف المرجوه منه ولا لا. نحن ما عم نوصل لتقييم هيدي المشاريع بطريقه صحيحه لنشوف اذا هالمشاريع ادت الهدف من التمويل لها. نعم. ولا لا. هون كلها يعني اشياء متكامله، مشاكل متكامله عم تؤدي لشوي ضرب المدرسه الرسميه. نعم. إذا بنحكي شوي عن دور المرشدين التربويين، شو دورهم للمرشدين بالتحديد؟ هل في لغط بمكان معين بهذا الموضوع؟ مش قصة لغط، قصة مخالفات للقانون بتعيين هول المرشدين التربويين بالأساس. الإرشاد التربوي هو كتير مهم بالعملية التربوية وله دور كتير كبير، بس لما تكون انت بدك تفوتي ارشاد على المدارس بده يكون عندهم كفاءه، بده يكونوا معينين بالاساس بشكل قانوني. يعني هو بالنص مفروض انشئ مركز الارشاد بال 72، مرسوم قديم منه جديد، بس هذا المرسوم حدد انه هول المرشدين التربويين بيكونوا تابعين للمناطق التربويه، يعني رئيسهم التسلسل هو رئيس المنطقه التربويه، مفروض ينعمل لهم مباراه بمجلس الخدمه المدنيه، يعينوا بناء على مباراه مجلس الخدمه المدنيه، بس ينجحوا بهيدي المباراه بيتم لهم اعداد سنه، بعد هالسنة الاعداد بينعمل لهم امتحان، اللي بينجح بالامتحان هو اللي بيصير مرشد تربوي. نحن هلا الواقع الارشاد التربوي صار اكثر من 600 استاذ بالارشاد التربوي، لا نعمل لهم مباراه مجلس خدمي، لا اعداد، فاتوا بقرارات من وزراء بناء على مقابله 10 دقائق او ربع ساعه، من لجنه ما معروف على اي اساس على اي معايير انشئت هذه اللجان، وهلا كل سنه عم بيزيد عدد الارشاد. والاكثر من هيك انه هلا عم ينحكى انه هول الارشاد يلي هن اساسا وضعهم مش قانوني جاي تمويل خارجي لينعمل لهم ماستر بالجامعات، الجامعه اللبنانيه او جامعات خاصه. طيب انا لما بدي اعمل لهذا المرشد ماستر انا عم بدفع مصاري على استاذ اساسا وضعه مش قانوني، وين المساواة بين كل الاساتذه وين كل الموظفين؟ هل هيدي الماستر حتخلي وضع الارشاد قانوني؟ اكيد لا، لانه هول بالاساس مفروض كلهم يرجعوا على مدارسهم، ينعمل مباراه بمجلس الخدمه لكل الاساتذه مفتوحه لكل الاساتذه، اللي بينجح ينعمل له دوره اعداد وبنرجع بنفوت على الارشاد، واذا حابين بعدين نعمل لهم ماستر هول اللي نجحوا بطريقه قانونيه هول اللي بنعمل لهم ماستر. هون اللي عم نحكي عنه هدر المصاري، هدر المال، ولو اجى هبات او قروض، يعني القرض انا وانت عم ندفعه، الهبه مفروض نستفيد منها للهبه مش نكبها كب، المهم انه عملنا شيء. مزبوط. اوكي، فانا هذا الموضوع الارشاد نحن عملنا دراسه بالتفتيش التربوي وهلا بدها تنعرض على اللجان النيابيه ورئاسه الحكومه، هذا الدراسه بتحدد كل وضع الارشاد غير القانوني، وعاملين توصيه لاعادتهم للمدارس ويرجع نعمل له مباراه وفقا من اول جديد. طيب لما يصير في مخالفات ويتم كشف هالمخالفات، مين بتكون المرجعيه لتصحيح الموضوع؟ نحن اي مخالفه او اي شكوى بتجينا بنعمل فيها تحقيق. المفتش بيروح على المدرسه او مفتشين او اكثر بيروحوا بيعملوا تحقيق بالموضوع، بيكتبوا تقرير بملف مع افادات ومستندات بيحولوا للمفتش العام المختص. المفتش العام بيحولوا لرئيس التفتيش لينعرض على الهيئه، هيئه التفتيش بتصدر قرار بالعقوبات وبالتوصيات. هلا القرارات بالعقوبات هي ملزمه لوزاره التربيه، يعني وزاره التربيه ملزمه انها تفرض هيدي العقوبات اللي قررتها هيئه التفتيش، بس التوصيات للاسف مش ملزمه. يعني ممكن تتنفذها وممكن لا. ممكن لا. اليوم اذا التغيرات بالقرارات التربويه كيف بتاثر على حقوق المتعلم بشكل عام؟ كيف بتاثر على تطور المدرسه بشكل عام؟ وهل صار في قرارات تغييرية بالسنوات الماضية في تحسن يعني بشكل عام؟ ما في تحسن، لا لنقول صراحة لا، بالعكس في مثلا عم نحكي بإكزامبل قرارات المناقلات أفراد الهيئة التعليمية، هيدي اللي مشكلة المشاكل عم تكون، يعني عم تطلع المناقلات أفراد الهيئة التعليمية بقرارات من وزير
يفترض أنه تكون صادرة بناء على رأي مدير العام ورؤساء المناطق التربوية ومدير المدرسة أو مديرية التعليم الثانوي حسب إذا مدرسة أو ثانوية. هلا احيانا بيقول المدير العام انه هذا الاستاذ مثلا ناقل من حاجه لفائض، فائض يعني معناتها بده يقعد ما عنده شغل، بيقول انه هذه المدرسه مش بحاجه له ومش لازم انه ينقل، بس الوزير بيرجع بيصدر قرار بالنقل. وبيرجع في نص بيقول انه اذا اجى للمدير قرار مخالف للقانون بنقل استاذ ممكن المدير انه ما ينفذه، وبيقول انه بيشير انه هيدا القرار مخالف للقانون وانا ما بدي نفذه. هلا اللي بيصير بيرجع الوزير بيعمل اصرار وتاكيد. طب هيدا اصرار والتاكيد في قرار من مجلس الوزراء صدر انه اي وزير مش مفروض يعمل اصرار وتاكيد الا بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء. هذا الموضوع ما عم بيصير. الوزير بيعمل اصرار وتاكيد لانه هذا الاستاذ بالنهايه له دعم سياسي معينه ونائل ليرتاح. طب هيدي القرارات اللي احنا عم نقول عنها بتاثر اكيد على المتعلم لما انت كل بخلال السنه عم بتغيري له استاذ او استاذين او ثلاثه، يعني وين بده يركز؟ كل استاذ له طريقته بالشرح، يعني يمكن مش عم بيعرف الاستاذ اللي قبله لوين وصل او شو شرح، هون عم يضيع المتعلم. حتى مثلا قرارات التعاقد اللي عم نحكي عنها، طب انت لما عم تجيبي متعاقد منه مدرب وما معمل له مباراه، طب هيدا كمان انت عم تفوتي على صف استاذ يمكن ما عنده القدره التعليميه اللازمه، ما عنده المستوى اللازم، هون عم تضرب الحق المتعلم انه يحصل على نوعيه التعليم، مش بس على تعليم، مش مهم موقعه الدراسه، المهم النوعيه اللي عم يحصل طبعا. عليها. هلا عملنا مثلا دراسه عن المستعان بهم، المستعان بهم هي نوع من التعاقد خلق، يعني منه موجود بالقانون للاسف. هن اساتذه عملوا مقابلات لخمس دقائق على أساس يرجع ينعملهم عقود يصيروا متعاقدين، وما نعملهم عقود لأنه الدولة وقفت التعاقد. لأنه الدولة وقفت التعاقد خلقنا تسمية مستعان بهم يعني هي مش موجودة بالقانون. هول الأساس لهم من 2014-2015 بلشت هيدي بدعة المستعان بهم بال2014 وبعدها مكملة لهلأ وعم تزيد. طب هيدول وضع كله غير قانوني، هول عم تفوتي أساتذة عم بيحكوا هلا انه حقهم هن مثلهم مثل المتعاقدين انه يتثبتوا ويدخلوا مباراه، بس هو فعليا لا. هولي اذا اللي عم ينحكى هلا بالمجلس النيابي التعاقد الانتخابي هو نوع من التعاقد الانتخابي للاسف يعني. وبالنهايه مثل دائره هيدي المشكله عم بتصب على كل شيء وبترجع للوضع الاقتصادي ولزياده الاقساط المدرسيه وبترجع لكثير امور كمان ايضا. سبق وحكيت وقلت انه من المهم انه المنهج الدراسي يتغير كل اربع سنين. شو الوضع اليوم وليه مهم هالقد يتغير المنهج الدراسي؟ نحن بدك تواكب التطور بالعالم كلياته يعني بالنهايه، وبعدين هلا النظره للتعليم تغيرت، يعني نحن عندنا بمنهجنا شوي حشو، ما بقى كل بلدان العالم صارت ما بقى تعتمد هيدا الحشو، يعني حتى في بلدان يمكن اول ثلاث سنين ما بيشوف الطالب الاستاذ، بيشتغلوا على نفسيته، بيشتغلوا على المواطنه، بيشتغلوا على الاخلاقيات. نحن لا، نحن منهجنا شوي بده تعديل ليواكب كل هالتطور، التكنولوجيا لازم يواكبها. هذا الشيء ما عم بيصير يعني. وبلشنا بفتره سنه الماضيه واللي قبلها وعساس صار في تمويل لتعديل المناهج وتشكلت لجان وبعدين وقف كل شيء، شو السبب ما بعرف. قديه صار له تقريبا مش مبدل المنهج الدراسي؟ شيء 20 سنه 22 سنه لكن بعدنا تطورت الدنيا ونحن بعدنا فعلا فعلا الحشو اللي حكيت عنه بيتعب التلميذ ودراساته. يعني هلا مالي الطالب عم يقعد ست ساعات مثلا بالمدرسه وبيرجع بينعطى دفوارات على البيت، بيرجع حتى بالامتحانات الرسميه عم بيكون مضغوط كثير بهالمواد المكثفه. قادرين نحن نبسطها، قادرين نعطيه طرق متطوره باساليب حتى التعليم عند الاساتذه تكون متطوره اكثر، يتدربوا هالاساتذه اكثر على الطرق. هلا التدريب مثلا كنت بسالك عن التدريب قد مهم اليوم يصير دائما في تدريبات للاساتذه؟ كثير مهم خصوصا بالتدريب على التكنولوجيا حتى كمان. هلا نحن كله هلا بالاساليب المتطوره، هلا بالايباد وبالالواح التفاعليه، هذا كله تدريب. هلا اللي عم يصير تدريب، بس قبل اذا بدنا نحكي قبل شو كان، قبل كان الاستاذ ليفوت على الملاك مفروض يكون عامل اعداد بدار المعلمين،
دور المعلمين توقفت من 1999. طب هتوقف هيدا الدور واذا بدنا نحكي انتر بارونتاز هيدي الدور يعني بعدها موجوده وفيها اساتذه بس في شيء 6 أو 7 دور بس هن اللي عم يشتغلوا والباقيين كلهم فيهم اساتذه وعاطلين عن العمل كمان. هذا نوع من الهدر والفساد خاصه انه يمكن شي 18 دار هو ابنيه مستاجره كمان. هيدا هدر بالمال العام. هلا هول الدور واقفين عم بيصير فيهم مركز التربوي وعم يعمل فيهم بس تدريب مستمر. التدريب المستمر عم بيصير على عاتق المتعاقدين، يعني في اساتذه التعليم سنوي وهيدا بقلب الدور بس مش هن اللي عم يعملوا التدريب، هو اللي بس قاعدين ما بيعملوا شيء فائض بقلب الدور. وكتبنا عده مرات انه هيدا الفائض اللي بالدور لازم يتوزع على المدارس، ما صار شيء بعد شوي تجاوبوا بس مش كتير يعني. هلا التدريب اللي عم يصير بعضه بالتدريب المستمر بالمركز التربوي وبعضه هلا المركز الارشاد يلي نحن عم نحكي عنه اللي وضعه مش قانوني عم يدعي اساتذه ليعملوا دورات تدريبيه. طيب وين صلاحيات الارشاد؟ يعني هي صلاحيات الارشاد بعدها اساسا قانونا مش محدده. كيف اعطي الارشاد اللي هو اساسا وضعه غير قانوني أعطي دور تدريب الأساتذة وكأنه صار أحيانا بيصير أنه أنت المرشد اللي مستواه أقل من الأستاذ بتدرب الأستاذ. يعني أنت بتتخيلي مدرب يكون مستواه أقل من المتدرب، هذا شيء ما بيجوز. بس هذا اللي عم بيصير للأسف، يعني عم بيصير ازدواجية بين الإرشاد وبين المركز التربوي للبحوث وهذا غلط. وهون مسؤولية الوزير ومسؤولية الوزارة هون. واعيين على الموضوع ولا كمان بتدخل الخبرية بالتجربة؟ هو غلط يصير تضارب بين إدارات على صلاحيات معينة، غلط. يعني المفروض هون دور وزير التربية إنه حد هذا الموضوع. اليوم المكننة كمان اللي حكينا عنها وتطور التكنولوجيا بلش يدخل على المدارس، في مدارس الرسمية خلينا نحكي في مدارس كتير متطورة، في مدارس كتير متطورة وبلشت تشتغل على التكنولوجيا والآيبادات وهيك. بس أنا قصة الآيبادات مثلا في مدرسة ما حنقول أسماء أكيد لغت الكتاب المدرسي نهائيا عندها، حتى الامتحانات اللي عم تصير بالمدرسة عم تصير على الآيباد. أنا هون بس بدي عملنا تقرير توجيهي للوزارة بهذا الموضوع. أوكي نحن مع التطور بس مش لازم كمان نبعد الولد عن الألم. يعني بكرة هذا الولد لما بده يروح يعمل امتحان رسمي كيف بده يتلبك، أكيد عنده مشكلة فيها. يعني أنا مع أنه الآيباد والولد ما يحمل هالشنطة اللي كلها كتب أوكي، بس ما نبعده كتير عن الكتاب وعن القلم ونوصل أنه الامتحانات الرسمية عنده بدها تكون خطية. طب بده يضيع صح. يعني يا بدها تصير الامتحانات الخطية كمان الامتحانات الرسمية كمان على الآيباد يا أنه بالمدرسية ترجع للورق، ما بعرف. اليوم بختام لقائنا إذا عندك اليوم نصيحة أو رسالة بتحبي توجهيها للمدارس أو للمسؤولين أو لأي شخص بتحس اليوم قادر يعمل فرق بكل هالأمور اللي حكينا عنها، شو بتحبي توريهم؟ هلا كلنا اذا تضافرت الجهود كلياتها قادرين نعمل فرق، المهم تكون النيه موجوده. يعني اول شغله انه مثل ما قلنا المدراء هالمدارس يتعينوا بطرق مضبوطه وفق لمعايير صحيحه. ثاني شغله هالقرارات كلها اللي عم تصدر عن الوزراء تكون مطابقه للقوانين والانظمه، توصيات التفتيش اللي حريصه على تطبيق القوانين والانظمه يتاخذ فيها مش انه تنكب على جنب، لانه هيدي مجهود نحن عم نعمله كمان ونحن حريصين على التعليم على المدارس الرسميه. نعم. ثالث شغله نحن كتفتيش تربوي يعني بندعي ان شاء الله الحكومه هلا الموجوده، في مباراه انعملت لرفض التفتيش التربوي بمفتشين تربويين جداد ونحن كثير بحاجه لمفتشين. نتمنى هلا يمرق مرسوم المفتشين التربويين وينعمل بعد مباراه ثانيه للتفتيش التربوي لانه نحن بحاجه لمفتشين باختصاصات محدده. هيدي المباراه انعملت على اساس دراسه من 2011 نجح فيها 29 مفتش، 52 بس حيتاخذ منهم 29. نحن بحاجه هلا لاختصاصات مش موجوده، يعني نحن لنشارك بتعديل المناهج مفروض يكون عندي مفتشين من كل الاختصاصات. هلا في عندي مثلا اختصاصات الفيزيك الشيمي البيولوجيه اللي هن الاختصاصات الاساسيه المات
مش موجودة. طب نحن كيف بدنا نشارك بتعديل المناهج إذا هالرأي مش موجودة معك. إذا مفتشين بدون هالاختصارات مش موجودة. فمتمنى بهلا الحكومة الجديدة هلا تعطينا هالمرسوم، تعين هالمفتشين ونرجع كمان توافق لنا على مباريات تانية. ونتمنى انه يصير تعديلات لصلاحيات التفتيش التربوي، تقوي هالتفتيش قانونا كمان، تزيد له صلاحيات وقانونا مثل صلاحيات الرقابة على المناقلات وعلى التعاقد يلي هي من ضمن من صميم رقابتنا، كمان تنعطانا قانونيا بقانون. أنا بدي أشكر وجودك معنا اليوم سعادة المفتش العام التربوي بلبنان فاتن جمعة، شكرا على هالمعلومات الحلوة، وإن شاء الله مطالبكم كلها تتحقق. إن شاء الله كلنا همنا واحد. طبعا شكرا لوجودك معنا اليوم. مشاهدينا قبل ما نتوقف مع بريك علينا رح نتابع سوا تقرير عن حفل الميوركس دور العاشر السنوي لحفل الميوركس دور. هذا حدث جدا مهم وحدث أهميته بيكمن بأنه صار له 19 سنة باستمرارية تامة وبمصداقية كتير كبيرة وقادر يجمع حواليه كل هالنجوم وكل هالأسماء الكبيرة. وبالتالي نعم بدنا نهني الأخوين حلو على هالمبادرة وعلى جهدهم وعلى تعبهم، وبدنا نهني حالنا فيهم لأنه فعلا هن عم بيعطوا هيدا الوجه الحلو للبنان، ونحن واقفين حدهم مش عم نعطيهم إلا رعاية معنوية. وزارة السياحة عم بتحاول تكون فعلا مواكبة للأحداث، مساهمة بالأوقات يلي فيها كنت تكون سافية وتستفيد من هالوهج الكتير كبير يلي بتعملوها هالاحتفالات. هيدا لبنان، فرحة بلبنان، فنانين حلوين، ناس بينظموا مرتبين وحلوين، بكرموا أعمالهم، بيقولوا لهم ميرسي يعطيكم العافية، كل إنسان بيكون ناجح بيقولوا له برافو عليك كفي، في حلو كتير. وهذا لبنان، يعني منختصر أنه هذا لبنان اللي بدنا إياه بكل الدومينات، يعني أنه فن وغير فن وإعمار وسياسي كل شيء، هذا بدنا لبنان اللي بدنا إياه نحن. بدي أقول مرحبا لتيلي ليبان اللي كتير عزيز على قلبي. تيلي ليبان ذكرياته كتير حلوة عندي، على أمل نشوفه إن شاء الله منتج أكتر وأكتر يا رب. أكيد حدث كتير مهم، دايماً بياخد سكسي، وهلأ بلغ ال 19 صار بالغ، صار عمره فوق 18 بحق له يعمل حياة للشي لا حدث أكيد الكل بينطروه، والناس بتحبه وبتتشوق تعرف مين ربح، مين أخذ جايزة، مين في من الممثلين من المنتجين الأعمال الحلوة عندهم حشرية يعرفوا يعني مين رح ياخد الميوركس. هلأ مش يعني يلي أخذ الميوركس هو الأفضل، أكيد هيدا بنعرفه، بس كأنه جايزة تقدير دجا لفتة حلوة كتير من قبل الأخوين حلو، وعندهم مصداقية يعني الناس بتنطرهم من سنة لسنة، وحتى نحن اللي بالدومين كمان بننطرهم، يعني حدث مهم. وبعدنا لأنه تنسيقه منيح والأورجانيزاسيون والحفلات اللي بيعملوها راقية. يعني أول شيء تحية كبيرة لتيلي ليبان، أهلا وسهلا فيكم، وأنا يعني هيدا بيتي بعتبره تيلي ليبان حقيقة للسنة 19 على التوالي، ومحافظين على ذات المستوى هالمهرجان الفني الحلو كتير يلي تخطى حدود لبنان وصار مهرجان بكل العالم العربي بينطروه كل سنة من سنة لسنة، ومهرجان فرح وفن وإبداع، وهيدا هو لبنان. والحلو بهالجايزة إنه عم كل فنان يعني عم بياخد حصته الحقيقة، يعني الفنانين اللي مرقوا قبلنا والفنانين الشباب يلي اجوا من بعدنا كل واحد عم بياخد حقه حسب أعماله وحسب مسابرته وحرفيته. أنا بنطر هذا الاحتفال مناطرة الصراحة لنجتمع كلنا وننبسط ونحكي وندردش ويعطيهم ألف عافية على هذا التنظيم الرائع الناجح. أكيد في شك لبنان تميز دايما بالثقافة بالفن بالإبداع بالنجاح،
وبالنتيجة نحن مع أهل حلو مكملين بعض بهالمسيرة هيدي، وإن شاء الله يكون إيفنت ناجح. أكيد congratulations، وهيدي مثل كأنه a big reward أنه أنت قدرت توصل لهالمرحلة، بس بذات الوقت أنه فينا كمان كل حياتنا نشتغل أكتر ونوصل على مراحل أكبر. تعرف هذا شيء مهم جدا شربل، لأنه أنه يكون في حركة هذا شيء كتير صحي وكتير مهم، وخاصة حركة فنية لأنه هي الواجهة الثقافية للمجتمع اللبناني اللي تعود عليها، كان بالتمثيل أو إن كان بالفن بالأغاني بكل شيء عم بيقدمه بالشعر بالألحان، فهي شغلة مهمة جدا. وأكيد استمرار الميركس دور 19 سنة دليل على استمرارية، دليل على نجاح، ودليل على مصداقية كمان إن كان من الناحية الفنية الإعلامية أو حتى هني كلجنة. يعني عودونا الميركس دور أنه نحتفل مرتين بالسنة، أولاً بعيد سان فالنتين، وثانياً بالحفل الكبير السنوي. بدي أتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله يكون خياراتنا صحيحة، اللي نختارهم يكونوا هن اللي بيستحقوا الجائزة. لا أوقات منختلف، لأنه في منهم يعني كل واحد رأيه يختلف عن الثاني، يمكن أنا بشوف الشخص أنه أداؤه كان مميز، غيري ما يلاقي أنه قد المسؤولية كان بهالدور، ولكن بالنهاية أنه ما رح نختلف، بضل في تنسيق، بس عن قناعة أكيد التصويت بيصير. أكيد هيدي مناسبة مهمة، لأنه كل المناسبات اللي مثل هيدي إيفانتس فيها تكريم، فيها فنانين، فيها وجه لبنان الجميل اللي نحن منركز نبرزه، بتكون شغلة مهمة للفن اللبناني، للدراما اللبنانية لأنه بتهمنا بصورة أساسية، ولصورة لبنان اللي بدنا إياها دائما مشرقة ومشعة. فبعتقد هيدا أهم شيء بهيدي المناسبة. طبعا نحن دائما نطمح للأفضل ومن شد عيدهم تيكون دائما الميراكس أفضل، مصداقية أكتر وشفافية، وتكون جايزة إلى وقع وقيمتها. طبعا جايزة صارت مهمة، هي الأبرز من الجوائز الموجودة خصوصا بلبنان وبالمنطقة كمان. نتمنى تستمر، نتمنى لهم النجاح. بحب أقول أول شيء بحبك يا شاشة التليليبان، شاشة التلفزيون لبناني. أنا بحب أقول إنه شايفة كل هالناس مبسوطة وعم تضحك وفرحانة وعيد الحب، وهذا أحلى شيء يعني. وأنا صرت من أهل البيت يعني مع ميركس دور. ما أنا خبرك كم جايزة، قال كل واحد بيصير إنه أنا أخذ 5 و10 خلاص أخذين جوائز ومننبسط لحالنا إذا أخذناها ولغيرنا إذا هيدا اللعبة يعني. دايما طبعا ميركس دور مولعينا مثل ما بيقولوا، خاصة هلأ يعني في مناسبة خاصة هي فالنتاين. أنا مبسوطة كتير أني دايما وكل سنة بتواجد بالعشر السنوي تبعهم، وقلي الشرف بهذا الشيء. موجود معنا الليلة يلي بالرغم من كل انشغالاتكم، وانا بعرف انه اليوم يوم عمل عادي، قدرتوا توفروا وقت لحتى تقدروا تكونوا معنا اليوم لنحيا السهرة الحلوة يلي بدونكم اكيد ما في لها طعم. عاليين بمجال الفن، المطربين، الممثلين، المنتجين، الكتاب، المخرجين، يعني كل اوجه الفن، اهلا وسهلا فيكم بالعيد الـ19 للميركس دور. أنا بدور كمان بحب أتشكركم على حضوركم، بشكر أول شيء معالي الوزير اللي فعلا متميز عن كل الوزراء السابقين، إنه حتى الواحد بحب يعني بحسه عنده حماس، ويعني بتحس إنه الميركس دور مشان هيك يعني بياخد بركة ونشكره على حضوره معنا على الرعاية. لكن اعتقدت إنه سهلكم هون أهم كثير، مشان هيك السياحة بوجودكم مشرقة، وأنا خليني مش مطول كثير من الحديث، إنكم رمز كثير رح تكونوا سياحكم، إذا الله خلقكم بشوف فالحين وبسياحكم.
متابعين معكم مشاهدينا ومتابعينا ببرنامج أحلى صباح مع ضيوفنا. بنظم الكشاف الماروني مؤتمره الأول برعاية نيافة الكاردينال مال بشارة بطرس الراعي، وضيفنا رح يحكينا تفاصيل أكثر ورح يعرفنا عن الكشاف الماروني ونشاطاته، وهو أمين السر العام لجمعية الكشاف الماروني روبير أبي خليل. أهلا وسهلا فيك. مشهور روبير، عرفنا شوي عن تاريخ تأسيس الجمعية وأبرز نشاطاتها اللي بتقوموا فيها بشكل عام. نحن جمعية كشفية أكيد، تأسسنا سنة 84. بلش بالجمعية مونسينيور سوفير الخوري مع القاضي أنطوان أبي سعد، نيلسون بحود وإلي خوري، ومن بعدها أكيد أخذنا الترخيص بال 88 من وزارة التربية ورجعنا انتسبنا لاتحاد كشاف لبنان. نعم. ومن وقتها الجمعية عم تتقدم وبتمشي بالمسيرة الكشفية. أكيد كنا قبل 3-4 أفواج، اليوم صرنا بالحدود 26 فوج من تشرين المناطق بلبنان، من تشرين بكافة المناطق من الجنوب للبقاع للشمال لبيروت لجبل لبنان كسروان المتن جبيل البترون كله موجودين فيه. أكثر تواجدنا هو بالمتن وكسروان. بزحلي عنا 4 أفواج، بالجنوب اليوم عنا 3 أفواج، بجبيل عنا 3 أفواج، مناطق الشمال بعد عنا 4 أفواج، بس كل فوج بمطرحها منجرب نوسع أكثر. أكيد كجمعية شو أهدافكم، يعني شو يعني شو الأهداف الأساسية اللي وضعت لما أسست هذه الجمعية؟ أهدافنا مثل حيالة جمعية كشفية هي تربية الناشئ على الحياة الطبيعة، على التواصل، على حب الغير، على يعني هي الحياة الكشفية هي مدرسة. نعم. ونحن بزيادة عن الحياة الكشفية العالمية عنا ارتباطنا بالكنيسة المارونية. نعم. فنحن كمان جمعية ما بترتبط بولا حزب سياسي، مرتبطة مباشرة بالكرسي البطريركي ببكركي. نعم. برعاية سيدنا البطرك، وأكيد هو معين لنا راعي للجمعية اللي هو سيادة نائب البطريرك العام المطران أنطوان نبيل العنديري، اللي هو راعي الجمعية، بيهتم بكل الشؤون الكنسية والتربوية، وأكيد بيترأس كل احتفالاتنا إذا ما كان غبطة البطرك موجود. نعم. لكن في علاقة وطيدة والتواصل مباشر ودائم مع البطريركية المارونية، هل في تواصل أيضا مع الرابطة المارونية والمجلس العام الماروني؟ أكيد، يعني بنبلش بالبطريركية المارونية، كل شيء نشاطات للبطريركية المارونية جمعية الكشاف الماروني هي بتنظمها. يعني صيامة مطارين، تكريس كهنة، زيارة بابا، شو في عندهم نشاطات بيكون الكشاف الماروني عم بنظم ببكركي أو بغير بكركي. نعم. وبالنسبة للرابطة المارونية كمان نحن على تواصل قديم وبعده مستمر نحن وياهم. كمان أغلب نشاطاتهم اللي بيعملوها بالمبنى عندهم كجمعيات عمومية، كجمعيات انتخابية، أو حتى العرس الجماعي اللي بنظموه ببكركي. نعم. كمان نحن بننظمه بالتعاون مع الرابطة المارونية وأكيد الصرح البطريركي. نعم. وفي المجلس العام الماروني كمان، قبل أيام تأسيس الجمعية كان المجلس العام الماروني هو عطينا مركز ودعمنا إلى حد ما لنستمر بهالمسيرة، بعدين نقلنا عند الرابطة ورجعنا أخذنا من بكركي شقفة أرض بسهيلي، عمرنا مبنى اللي هو مركز كشفي أول بلبنان بين كل الجمعيات الكشفية اللي كان عندها مركز كشفي. عندنا مبنى مؤلف من 4 طوابق، نستقبل فيه مخيمات، نعمل فيه التدريبات، نستقبل مخيمات لغير جمعيات، لاتحاد كشاف لبنان، لشبيبه، لكل العالم. الاعمار اللي منتسبه للجمعيه الكشفيه المارونيه نحن منبلش اي عمر بتبلشوا؟ منبلش من 6 سنين، يعني هو من 6 ل 12 سنه بنسميهم جراميز وجرموزات، من 12 ل 17 اللي هن كشافه ومرشدات، من 17 وطالع بصيروا رواد ورائدات، وأكيد العمر الأكبر اللي هو القاضي والمساعدين. نعم. في نشاطين حاليا عم بتحضروا لهم رح يكونوا وراء بعض. أول نشاط رح يكون بعشرة أدار، خبرنا أكثر بعشرة أدار شو فيه، بس قبل خبرنا شوي عن الصور اللي عم نشوفهم. هيدي من سهرة مخيم كشفي، سهرة النار. هون عنا احتفال مع الفرقة الموسيقية. نعم. تنظيم عيد شعنينة. هون العرس الجماعي ببكركي رئاسة البطرك صفير، هذا كمان نشاط للرواد والرائدات. نعم. يعني دايما النشاطات هون موجودة. هون عيد السنوي ببكركي بحريصة،
هيدي كمان عيد السنة تبع الجمعية، عيد الجمعية السنوية، هذا اللي رح ينعمل السنة بعشرة أدار، هذا اللي رح ينعمل بعشرة أدار، هذا المبنى اللي كنا عم نحكي عنه عمره حوالي 17 سنة. هون عنا عملنا عقد تعاون مع جمعية CRS لتطوير سياسات واشياء ما كنا على علم فيها. رح نتابع بالصور تلقائيا طبعا، ولكن خبرنا شوي عن النشاط اللي رح يصير بعشرة أدار بعيد الجمعية. هذا نشاط سنوي ثابت صحيح؟ هذا نشاط سنوي ثابت، أكيد بيتغير تاريخه من سنة لسنة حسب وقت سيادة المطران. نعم. ما يكون نقدر نعمل القداس يعني، هو بالإجمال نعمل القداس تاني أحد بعد عيد مارمارون، إلا في حال ارتباط الجمعية أو سيادة المطران بشي فبكون متغير تاريخه شوي، مثل السنة راحت على عشرة أدار. شو بتعملوا بهيدا النهار؟ عيد الجمعية السنوي هو بيجمع كل أعضاء الجمعية، نطلع بالمبدأ اليوم ما فيش مطرح يساعنا غير بازيليك سيدة لبنان حريصة. نحن حوالي 2000 شخص بكونوا موجودين كشافين عدا الأولاد الصغار. نعم. يعني عدا من 6 إلى 12 سنة ما بيكونوا موجودين لأنه ما في مطرح يساع. وأكيد بندعى عليه من غطة البطرك وكافة السياسيين نواب ووزراء وفعاليات ورؤساء بلديات مخاتير، أكيد كل العالم اللي متعاون معهم أصدقاء الجمعية. نعم بيكونوا موجودين. بيكونوا موجودين. وهذا احتفال سنوي، يعني هو السنة هو الذكرى 35 لتأسيس الجمعية. نحن بنحكينا سنة 84 تأسست، السنة هي الذكرى 35 للتأسيس. وبعد الاحتفال أكيد قبل الاحتفال بيكون في تجمع عام للكشافة لنستقبل العالم، ومنرجع نفوت على القداس، وبعد القداس نعمل مثل كوكتيل صغير وقصيد كاتو مشان للذكرى يعني. نعم. النشاط الثاني هو المؤتمر الأول لجمعية الكشاف الماروني بعنوان رؤية 2023، خبرنا أكثر عن هذا المؤتمر وشو هي يعني العنوان اللي حاملين رؤية 2023، شو مستنظرين يعني منه؟ نحن كجمعية قلت لك أنه بلشنا يمكن شوي صغار، اليوم صرنا كبار كعديد عم نحكي، فقررت الهيئة الإدارية أنه لازم نحط استراتيجية نشتغل عليها خلال هالأربع سنين اللي جايين. نعم. وهي استراتيجية راح تنحط بهذا المؤتمر اللي عم ينعمل، اللي بلشنا دراسات عليه بكل الأوجه التدريبية وإدارية وكل الأوجه الكشفية اللي موجودة بالجمعية. راح يكون في لجان متخصصة عم تشتغل على الأمور، والمؤتمر هو راح يكون نهار لنعلن فيه التوصيات اللي طالعة من هاللجان، خطة العمل لأربع سنين لقدام. نعم. من ناحية التدريب الكشفي والتدريب الإداري وعلاقات عامة، من علاقات مع جمعيات لبنانية وغير لبنانية. يعني نحن عنا علاقات مع كشافة وادي النيل بمصر، عنا علاقات مع كشافة الكاثوليك بالأردن، عنا مع كشافة الموارنة بحلب، كشافة المارونة بقبرص، أنا علاقات خارج لبنان كمان مع موارنة وغير موارنة. نعم. عاملين توأمين احنا وياهم أو بروتوكولية تعاون، فأكيد كله هيدا بده ينحط مشان رؤية، ورؤية بالألاف اللي هي الرؤية المسيحية. نعم. مش الرؤية بالتي لل 2023، وهو هيدا تابعين نظام الاتحاد الكشفي العالمي اللي هو كمان حاطت رؤية 2023 تيوصل على رقم بتكبير عدد الكشافين حول العالم. مش بس بلبنان، مش بس بلبنان، لكن أهدافكم كتيرة. أهدافنا كتيرة وصراحة العمال قليل شوي. فعم نجرب قد ما فينا. في ناس اليوم بعدها بتحب انها تنتسب لهيك نوع جمعيات كشفية بلبنان، بعدهم يعني بيعطوا وقتهم. بتذكر يعني انا كمان 12 سنة قضيت بالكشافة وبعرف قديش هذا الشيء بيعطي للإنسان لشخصه وقديش بتعطي انت بالمقابل للمجتمع. صح. بعدهم شباب اليوم بيهتموا؟ صار في نسبة قليلة تهتم اليوم، هي مشكلتنا الرئيسية بكل الجمعيات. هلأ بالأخص عنا، لأنه نحن كل القادة بالجمعية من الرئيس تنزل إلى الأفواج لا نتقاضى بدل مادي. صحيح. هلأ في غير جمعيات كشفية بلبنان وخارج لبنان صاروا الكشافة موظفين، وهيدا مش هو الهدف الكشفي يعني. هو الهدف الكشفي أنه يكون الواحد تطوع. هلأ اليوم بأوضاعنا الاقتصادية الشباب أو الصبايا صاروا من عمر 14 و15 سنة مضطرين يشتغلوا
تيساعدوا أهلهم. فعم نلاقي شوية مشاكل أنه أكيد عم نستقطب عالم بس ما عم بكون عندهم الوقت الكافي اللي كنا نحن أيامنا نعطيه للكشافة. هاي المشكلة الأساسية. ما عم نلاقي عالم تقدر تتحمل مسؤولية. يعني منقول لشخص تعمل قائد فوج لا لا ما فيه أنا ما عندي وقت. أنا بالآخر في استمرارية. صح. يعني عم نعاني بهالموضوع ومش لوحدنا ومش كجمعيات كشفية واحدة. كل الجمعيات الشبابية بلبنان عم تعاني من هذا المشكل لأنه الوقت صح. الفراغ بطل موجود عند العالم. صحيح. اليوم إذا بدنا نحكي شوي عن النشاطات والمساهمة الاجتماعية اللي بيلعب الكشافة بشكل عام تلعبها دور وأيضا الكشافة جمعية الكشافة الماروني خبرنا أكثر عن هالنشاطات. يعني إحنا نشاطاتنا بتتركز بالأفواج اللي موجودة بالمناطق وبالرعاية اللي هي خدمة الرعية بكافة نشاطاتها يعني الميلاد شعنينة فصح كل النشاطات شو ما كانت بالرعية بيكونوا موجودين حتى كاهن الرعية ونحن أكيد بكل فوج في مرشد للفوج اللي هو كاهن الرعية أو من ينوب عنه بالرعية فارتباطنا لصيق بالكنيسة وبالرعية اللي نحن فيها وأكيد سنة الماضي بعيد الجمعية كرمنا مطارنة أبرشيات لبنان 13 تنشوين يعني نقوي شوي العلاقة مع المطارنة وبالتالي مع كهنة الرعاية تنقدر نفوت على كل الرعاية لأنه الجمعية الكشفية هي مرتبطة بالهيئة الإدارية أو بالمفوضية العامة بهيكلية الكشاف الماروني منها مرتبطة مباشرة بكاهن الرعاية وهي شغلة بتعمل نقزة شوية عند الكهنة فنحن عم نجرب نفسر لهم أنه نحن منا يعني مش جايين نحط سلطة حدكم نحن معكم وقدامكم بس كجمعية كشفية مثل كل الجمعيات الكشفية ارتباطهم بجمعيتهم مش ارتباطهم بكاهن الرعية مثل الشبيبة أو الطلائع أو الفرسان يعني هاي شوية بتعملنا أشكالية مع كهنة الرعية بس عم نسعى تنحلها مع المطارنة ومع الكهنة اللي بينكم موجودين فكل شيء نشاطات بالرعية نحن منقوم بنشاطات إضافية نعم. اللي هي مساعدة فقراء صح. أيام نعمل حملات تدريس حملات توعية حملات تشجير بكل الدومينات حسب كل فوج وين موجود جغرافيا شو قادر يتحرك بيتحرك الاجتماعات بتكون أسبوعية اجتماعات دورية أسبوعية اللي هي من المبدأ ساعتين كل سبت أو كل جمعة حسب الفوج كمان شو موقعه إذا ساحل ولا وسط ولا جبل أكيد كل سبت في اجتماع وعندنا مخيمات كمان مخيم صيفي ومخيم شتوي هو المينيموم اثنين كل فوج مفروض يعملون بالإضافة للمخيمات التدريبية المخيم وفي المخيمات اللي بتجتمعوا فيها كل الفروع مع بعضها بكل لبنان ولا صعبة ما بتتحقق نعملها كل 4-5 سنين مرة اللي هو الجامبوري على صعيد جمعية لأنه كمان عم نلاقي مشكلة ما بقى في مطرح يساع هالقد عدد ما في مطرح بلبنان يعني أيام فوج بده يروح يخيم 200 أو 250 شخص عنده مشكلة يلاقي مطرح خرج تخييم يخيم فيه نعم فالجامبوري اللي بيتعمل على صعيد جمعية أكيد عندنا مشكلة فيه عم نستعيد عنه إذا بدك بعيد الجمعية اللي هو عم يجمع كل الأفواج من كل المناطق هلأ القاضي بالأفواج بينجمعوا بلقاءات تدريبية وندوات وهالأخبار أكيد كل فترة يعني بس على صعيد كل العناصر عنا صعوبة نعملها بفترة زمنية قريبة يعني. شو اللي بيميز اليوم الشخص اللي بيكون منتسب إلى الكشاف عن غيره من الناس لما يظهر على المجتمع وكتار من الناس اللي برزوا بيطلعوا بالآخر إن كانوا منتسبين لجمعية كشفية صحيح يعني اليوم حتى إذا بتروحي تقدمي سيفي على حيالة شركة على حيالة محل تشتغلي إذا حاطة أنه كنت سكوت أو بعدك سكوت بتاخدي أولوية على غيرك لأنه أول شيء بيتعلم النظام بيتعلم الانضباط التعامل مع الغير يعني تربية الكشاف عطاء كل شيء يعني الحياة المشتركة إذا بدك مع يعني ما بيعيش لوحده ما بيعيش منعزل بيعيش مع فرقة مع جروب اللي هو شغلة بتنمي شخصية الإنسان وبتقوي تبس يفوت على المجتمع بفوت عنده ثقة بحاله صحيح وملم بكافة جوانب إذا بدك الحياة من الطبيعة للمجتمع لأنه هول كلهم عم بيعيشهم بالمخيمات وبالاجتماعات وبالنشاطات اللي عم تنعمل
يعني انا بدي اتمنى لكم كل التوفيق بالنسبه لنشاطاتكم المقبله، ان كان بعشرة اذار بعيد الجمعيه السنويه او ايضا بالمؤتمر اللي رح تعملوه واللي بيحمل عنوان رؤيه 2023. ربير ابي خليل امين سر عام جمعيه الكشف الماروني، اهلا وسهلا فيك باحلى صباح وبتلفزيون. ميرسي لكم. ثانك يو. ميرسي مشاهدينا، نحن لهون وبعد هيدا اللقاء بنكون وصلنا الى ختام صباحنا. طبعا بدي اتمنى للجميع ويك اند حلو، وان الله راد بنرجع بنشوفكم الاسبوع الجاي. باي باي.